مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بس كونفيرم معايا ان مفيش اي لاج في الصوت او اي حاجه فيها مشكله. كونفيرم معايا بس ان الصوت تمام. الصوت تمام جدا. اوكي تمام. اوكي، اهلا بيك يا حامد وبقيه الناس. يعني بقالنا كتير تقريبا ما دخلناش، او بقالنا كتير ما اتكلمناش مع بعض. فيعني بصراحه ببقى مستني ان احنا نتقابل، او ان احنا آه، ندخل مع بعض. يعني آه، فدي من الحاجات المهمة. خليني أقول إن المرة دي في معانا ناس، زي كل مرة بيبقى في معانا ناس جديدة. فخليني كده أدي انترو علشان الناس اللي داخلة أول مرة تستفيد وتعرف إزاي إن هي تستغل اليوم، وكمان إزاي إن هي تستغل ال آه، إيه، اي حاجه احنا كنا اشتغلنا عليها او اتكلمنا عليها قبل كده، وتقدر ان هي تستفيد بشكل كبير. يعني فخلينا كده نبتدي ونقول ان احنا المفروض ماركتنج منتور، المفروض ان هي بتشتغل على المنتورنج، وعندها 8 خدمات اساسيين. من ضمن ال 8 خدمات دول ماركتنج منتور كوميونتي، وماركتنج منتور كوميونتي بتقدم الكتب والفايلز، التمبلتس تقدر تستفاد منها، وبتقدم ارتكلز، وكمان من خلالها بنقدم كل يوم جمعه الساعه 9 الميت اب اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، عشان بنشرح حاجات مختلفه في كل المجالات الخاصه او كل التخصصات الخاصه بالديجيتال ماركتنج. وكمان كل الحاجات اللي فاتت هي محطوطه في بلاي ليست تقدر تذاكرها از فيديوز، سواء الماركتنج بروفيشنال او الماركتنج بلاي ليست، عشان تتعلم ازاي ماركتنج من A to Z، وكمان ازاي ان انت تتعلم الجزء الخاص او تشتغل على ايه الجزء الخاص ب الجزء الخاص بال الجزء الخاص بالماركتنج بشكل عام، او ايه الديجيتال ماركتنج. خليني برضو نأكد على ان خليني هنا كده عشان الناس كلها تبقى شايفه. والمفروض كمان ان انت تقدر تشوف اي بلاي ليست منهم وتتعلم منها كل حاجه انت محتاجها، سواء في الميديا باينج او الكونتنت او الديجيتال ماركتنج او SEO او اي تخصص انت هتلاقي ليه الداتا بتاعته، وتقدر كمان ان انت تشتغل عليه بالبلاي ليست الكامله ايا كان الحاجه اللي انت محتاج تدرسها. وده كله مفتوح لكل الناس. اي حد يقدر يدخل على الويب سايت ويقدر ان هو يجوين معانا، ويقدر ان هو يكون متواجد في اي وقت، ويستفيد في اي وقت باي حاجه من الحاجات اللي احنا بنقدمها. طيب، المفروض ان احنا النهارده هنتكلم عن الجزء الخاص بالبرفورمانس ماركتنج، والبروسيس بتاعه البرفورمانس ماركتنج، ويعني ايه اصلا برفورمانس ماركتنج، ولان في ناس كتير كانت بتسال عن البرفورمانس وازاي ان احنا نستفيد من التخصص ده، او انا عشان اوصل للليفل ده او التخصص ده اوصل ازاي، او ان انا ابتدي منين، او اكمل ازاي، وايه المهارات المطلوبه مني. اول حاجه اللي مطلوبه مني علشان اقدر ان انا ادخل في المجال ده، او ادخل في اكون متخصص في الحته دي، واقدر ان انا اشتغل عليها بشكل متمارس، واقدر كمان ان انا احقق منها نجاحات مختلفه. طيب، خلينا نقول كده ان احنا كلنا از ماركتير، او ناس بتشتغل في الماركتنج، عندنا زي بازل كده، او زي محاور اساسيه احنا بنتكلم فيها او بنشتغل عليها، وده احنا شرحناه بالتفاصيل في المرات اللي قبل كده. تعال كده نقوله بمنتهى البساطه والسرعه كده، علشان لو في ناس ما كانتش شافت الكلام ده قبل كده تقدر ان هي ايه تجوين معانا، او تقدر ان هي تقدر ان هي تبقى فاهمه اللي احنا بنقوله، او تبقى فاهمه احنا بنتكلم في ايه. طيب الحاجات اللي احنا المفروض بنتكلم عنها، احنا دلوقتي تعالى نفترض ان انا في مجال كتابه المحتوى، هنفترض ان التيبل دي هي اللوحه الخاصه بالماركتنج، تمام، او الايه الديجيتال ماركت. خليني كده اكبر شويه عشان انا عارف ان الناس ممكن ما تبقاش شايفه، فخلينا نقول ان دي ايه اللوحه الخاصه بالماركتنج او الديجيتال ماركتنج، تمام. طيب اللوحه، او هنقول مش كمان دي اللوحه، هنقول ان ده الماركت نفسه، السوق بتاع الماركتنج في مصر او العالم بشكل عام. ده سوق، احنا كلنا بنعتبر ان الماركتنج ده سوق، واحنا كلنا برودكت فيه او سيرفيس او حاجه بنقدر نبيعها. بمعنى انا دلوقتي كمحمود مثلا عندي المفروض اكسبيرينس او نوليدج او مهارات او سكيلز في حته معينه، فانا ببيع ده للشركات. كذلك اللي شغال في الكونتنت هو عنده بعض المهارات فقادر ان هو يبيعها للشركات. بتاع الكونتنت ده لو ضاف على المهاره دي مهاره ثانيه، ولنفترض الاي سي او، فهو يبقى ضاف حاجه جديده يقدر يبيعها. الراجل اللي هو شغال في الميديا باينج هو عنده حاجه جديده يقدر يبيعها. الراجل اللي شغال في البراندنج او شغال في حاجه ليها علاقه بالفيجواليزيشنز او حاجات ليها علاقه بال الديزاينز مثلا، فاوريدي هو ضاف حاجه في دولابه يقدر ان هو يبيعها. كذلك هنقول ان ده السوق او ده الماركت بتاع الايه الديجيتال ماركت. فانا في الماركت ده عندي سيرفيس معينه، هنقول كتابه المحتوى او الكونتنت. كتابه المحتوى، انا بناء على الميتوبس او الميتنج اللي فاتت كان في ناس بتتكلم على الانجليش بيبقى كتير، فهحاول ان انا اميكس شويه ما بين الاثنين. فكتابه المحتوى، طب ده هنقول ان ده السوق، ودي الجزء اللي جاي معاك او الجزء اللي انت اشتغلت عليه، هو ده الجزء اللي انت اشتغلته والجزء اللي انت عارفه. فانت بتعرف تشتغل على ايه؟ كتابه المحتوى. خلاص انت قادر ان انت تجوين في ده، وقادر ان انت تبيع ده. حلو جدا، كويس. انت بيع كتابه المحتوى، لان دي السيرفيس اللي انت قادر تديها بشكل كبير. طيب بعد كده عندي والله بقيت اعرف اكتب محتوى بالاس اي او، تمام، فانا ضفت هنا للدولاب بتاعي او للسيرفيس اللي قادر اقدمها في الماركت ده هو الايه الاس اي او، وهكذا. فكل واحد مننا هو معاه دولاب جوه الماركت نفسه، الدولاب ده على حسب ما بيقدر يضيف فيه من الاكسبيرينس بتقدر ان هي تتحول لايه، ليه سيرفيس قادر يبيعها للسوق او قادر يبيعها للماركت. طيب احنا كلنا كده بنتحول جوه الماركت ده او جوه السوق بتاع الديجيتال ماركتنج او الماركتنج بشكل عام لمجريات السوق، وده بيتطلب ان احنا نتابع تحديثات الشركات. يعني ايه الكلام المكلكع ده؟ احنا دلوقتي عندنا لو ما فيش شركات محتاجه ميديا باير او اي سي او او كونتنت او كذا، يبقى احنا السلعه بتاعتنا خلاص ما بقاش عليها طلب، اللي هي ايه؟ كتابه المحتوى والاي سي او او الكونتنت او البرايسنج او 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 او. طيب في مجريات في السوق، المجريات دي بيحددها مين؟ متطلبات الشركات. فخلينا نقول ان احنا هنا عندنا متطلبات للشركات، تمام، متطلبات للشركات او الماركت نيد نفسه. طبعا الكلام اللي احنا بنقول ده احنا كناس بتوع ماركتنج فاهمين اللي احنا بنقوله ده، ان الماركت نيد نفسه، تمام، متطلبات او احتياجات السوق بتقول ايه بقى؟ بتقول ان دلوقتي ان الشركات ما بقتش محتاجه حد هو ميديا باير بس او ميديا باير بس. طب تعالى كده ناخد خطوه لورا شويه ونشوف ايه الفرق ما بين ال او ميديا باير ده بيعمل ايه. وبرده اللي عايز يرجع للميديا باير هيلاقي عليها سلسله كامله تشرح الموضوع بشكل كامل، ويعني ايه وازاي يخش في المجال والقصص دي. طيب السوق دلوقتي بيقول ان الراجل بتاع الميديا باينج، تمام، الميديا، تمام، الميديا باينج، الراجل بتاع الميديا باينج هو بيعمل ايه؟ شغلانته ان هو قادر يوظف التولز ويشتري اعلانات او ديجيتال ماركتنج بلايسمنت للشركات. بمعنى انا دلوقتي شركه كوزماتكس، محتاجه ان انا اعمل ادز على الانترنت، تمام. طيب الادز اللي هعملها على الانترنت دي او الادز اللي انا هشتغلها على الانترنت دي هي محتاجه مين عشان يعملها؟ محتاجه ميديا باير، طب حلو جدا، انا دلوقتي فانا محتاج ميديا باير. طيب الميديا باير ده علشان يشتغل هيجي يعمل تشوزنج، هيختار من البلاتفورمز المختلفه عشان يقدر يشتغل عليها. يعني ممكن مثلا يقول ايه؟ والله احنا هنشتغل على جوجل ادز، تمام. لا احنا هنشتغل على ميتا او فيسبوك، تمام. لا احنا هنشتغل، وهكذا. طيب دي طبيعه الميديا باينج او طبيعه الميديا باير اللي بيشتغل. قبل كده كان بيشتغل قبليه واحد اسمه ميديا بلانر، تمام. الميديا بلانر، الميديا بلانر هو اللي كان بيعمل كده، بيقول والله احنا المفروض معانا بادجت اكس عشان نقدر ان احنا نبيع بيها ونوصل لجزء معين او نوصل لريفينيو معين. طيب السوق بقى اللي احنا كنا لسه بنقول عليه، اللي احنا بنجري وراه، اللي احنا عندنا فيه جزء من الاكسبيرينس، زي ما هنقول مثلا هنا دي الاكسبيرينس اللي عندنا في الماركت، او النوليدج اللي عندنا في الماركتنج، خلاص هي في حته الميديا باينج. فهنقول ان الراجل بتاع الميديا باينج لما كان عنده اكسبيرينس في حته الادز، بدا السوق يطلب منه، بدا الماركت نفسه السوق منه انه يطلب منه ان انت تروح لحاجه اسمها بيرفورمانس، تروح لحاجه اسمها ايه؟ البرفورمانس ماركتنج. يعني ايه بقى البرفورمانس وليه السوق طلب ده وازاي نعمل ده والقصص دي كلها. طيب تعالى هنا نقول ان السوق طلب منه ان هو يبقى راجل بتاع برفورمانس، تمام؟ علشان ايه؟ علشان يقدر يتدخل في القرارات اللي يقدر ان هو يجيب بيها الليدز. طيب بتاع الميديا بايرز ده او الراجل الميديا باير ده كان بيعمل ايه؟ كان بيقول ايه؟ والله يا جماعه احنا دلوقتي معانا بادجت 100,000 جنيه، ال 100,000 جنيه دي هنحطها 50% منها على فيسبوك و50% منها جوجل ادز، عشان بال 100,000 دي نقدر نجيب ريفينيو، نجيب عوائد. طب العوائد دي كام يا عم الحاج؟ والله احنا مستهدفين ان ال 100,000 جنيه دي نجيب بيها ايه؟ 200,000. طيب حلو جدا، ال 200,000 دول هيجوا ازاي؟ من خلال البلاتفورمز دي. حلو جدا. طيب الراجل بتاع الميديا باير كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل يا عيني الادز، تمام. وبعد ما يعمل الادز يلاقي ايه بقى؟ يلاقي ان في مشاكل متعلقه بحاجات بره الادز. يعني ايه؟ انا دلوقتي عملت الادز وسطبت الجوجل اد بتاعتي وهكذا. فبقى الراجل ده يواجهه مشكلتين، مشكله داخليه ومشكله خارجيه. المشكله الداخليه هي الخاصه بالتولز اللي بتساعده علشان يقدر يطلع احسن حاجه ممكنه. طيب تعالى كده نقول ان الميديا باينج بقى بيرفورمانس ماركتنج. ليه؟ لانه بقى هو مطلوب منه ازاي يطلع احسن اداء في قسم الماركتنج، او احسن اداء بالنسبه للديجيتال ماركتنج. طيب الراجل ده كان بيعمل الادز. نرجع للقصه تاني. انا كنت بعمل الادز او بدخل اعمل الادز. بعد ما بعمل الادز خلاص، والاد المفروض ان هي راننج، بيجي بقى عندي مشكله ايه؟ والله في المفروض 100 عميل جه، تمام. هنقول بقى ايه؟ خلاص انا جبت لكم 100 عميل، وال 100 عميل دول المفروض ان هم كواليفايد. طيب ال 100 عميل دول المفروض ان حصل لاج، بعد كده حصل لاج في ان تغير في الاسعار. فاوريدي ال 100 عميل دول لما جم يشتروا ما عرفوش، لقوا ان المنتج خارج من الصلاحيه او اكسبايرد، منتج منتهي الصلاحيه، تمام. خلاص. طيب منتج منتهي الصلاحيه، فهنا بتاع الميديا باينج بتاع الميديا باير ده اللي بيحصل معاه، يقول لك والله انا ال 100 عميل اللي المفروض ان هم جم، في منهم 75 عميل المفروض ان هم عايزين يعملوا استرجاع. ليه؟ لان تعالى مثلا احكي لك كيس. بعض الاوردرز لما طلعت في شركه من الشركات في حته الكوزماتكس، بدات عملاء كتير ترجع، لانها لقت ان في ستيكر محطوط باكسباير ديت على الاكسباير ديت القديم. فبدات العملاء تشك ان ده اصلا منتج اكسبايرد، هو ما بقاش صالح للاستخدام، مده صلاحيته انتهت. فهنا بتاع الميديا باير ايه؟ يخسر. ليه؟ لان انا عملت ادز وصرفت عليه فلوس، وعملت كونتنت، وعملت فيجوالز، وعملت تيست، وبدات لانش وفولو اب واطلع واحسب الكوست بالريزلت، مش عارف ايه والقصص دي كلها، عشان في الاخر بعد حتى لما المنتج يوصل ويعدي مرحله الشحن والعميل يدفع، يجي لي اصلا هو راجع. فهنا بقى في مشكله. طيب تعالى ناخد مثال. انا كده 100 عميل، تمام. ال 100 عميل دول المفروض ان هم، طبعا ال 100 عميل دول جايين من بقى ايه؟ المفروض في اصلا حوالي 1000 عميل، تمام، سأل مثلا، تمام. وبعد كده جه منهم المفروض، ولنفترض 100 عميل اشترى، او يعني بناخد ارقام افتراضيه، تمام. طيب انا دلوقتي عندي 100 عميل تاني. ال 100 عميل دول حصل ايه بالظبط؟ حصل مشكله معاهم، فبقى في 45%، تمام، المفروض نسبه التسليم. طب نسبه التسليم دي ليه ايه او ايه اللي حصل فيها؟ لا هو اوريدي شركه الشحن اللي انا متعاقد معاها عندها مشكله والاوردرات بتاعتي بترجع او الشحن بتاعي كله بيرجع. طب ليه ايه المشكله هنا او ايه اللي حصل هنا او ليه ده اصلا بيحصل؟ لان اوريدي الشركه عندها مشاكل ومش قادره ان هي تترجع او مش قادره ان هي تستقبل الاوردرز وعندها مشاكل في الشحن، او المندوب مش احسن حاجه، او الناس اللي هي بتوصل المناديب مش بتحافظ على حاجه وبتتكسر. whatever بقى ايا كانت المشكله ايه او ايا كان ايه الوضع ايه مع المناديب او مع الشركه اللي بتشحن مع اللي انا بشحن معاها او الشركه اللي بتشحن. فهنا بقى في لاج، بقى الراجل ده يا عيني بيقعد ويشتغل الادز وهكذا وفي الاخر بيحصل مشاكل. طيب نرجع تاني نقول ان بقى يحصل معاه مشاكل بقى انترنال اللي هو ايه؟ انا دلوقتي جيت كواحد بتاع ميديا باينج او واحد ميديا باير، والمفروض ان انا يكون عندي سكيلز مطلوبه مني عشان اقدر احكم على احسن نتيجه ممكن تطلع. بمعنى انا دلوقتي لما باجي اعمل ادز لازم انا بعمل ايه؟ لازم اللي بقى يتحكم في الاد او بقى يطلع نتيجه الاد هو الراجل بتاع الكونتنت. تمام؟ طب الراجل بتاع الكونتنت ده او الراجل بتاع الكونتنت ده انا هحكم عليه ازاي؟ يعني انا كواحد بشتغل في الميديا باينج لازم أنا احكم على بتاع الكونتنت. طب انا هحكم عليه ازاي؟ وليه احكم عليه اصلا؟ علشان لما اخد منه الكونتنت او الكوبي اللي هحطه على الاد، لما انا هاخد الكوبي اللي انا المفروض احطه على الاد، يبقى انا هنا هقدر احكم عليه واقول له احنا شغالين صح ولا غلط، او اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط. والله جيت قلت له ايه، انا عندي المفروض 9 ادز، تمام، 9 اعلانات، ال9 ادز دول المفروض ان كل واحد او عندي سوري مش 9 ادز، عندي يعني واحده من الاستراكشر اللي بشتغلها 3 ادز، وكل اد منهم المفروض ان هي فيه 3 ميديا او 3 كوبي، فاحنا بنتكلم ان انا محتاج منك 9 كرييتيف او 9 كونتنت وكوبي وهكذا. طيب لما الراجل بتاع الكوبي ده او الراجل بتاع الكونتنت يجي يديني الكونتنت اللي هقدر اشتغل عليه، هل انا هقدر احكم عليه هو صح ولا غلط؟ هل هو كاتب صح ولا غلط؟ هل هو عامل الكوبي والكرييتيف بتاعته كاتش مع العميل ولا لا؟ هل هي مناسبه مع الاولوجرازم اللي المفروض ان هي تطلع للكلاينت ولا لا؟ هل هي مناسبه مع المنتج والتفاصيل والديتيلز بتاعت المنتج ولا لا؟ هل هي مناسبه مع التارجت اودينس او العميل اللي هيقرا الكونتنت ده؟ هل هي كومبير مع المنافس اللي انا قعدت ادرسه وابص عليه ولا لا؟ هل هي مناسبه للماركت ولا لا؟ وهكذا. فانا لازما كواحد بتاع ميديا باينج ابتدي افكر ان انا اكون فاهم كونتنت مش بتاع كونتنت. فاهم كونتنت دي ان انت تقدر تحكم على الكونتنت، تقدر لو بتاع الكونتنت ما بقاش موجود تقدر ان انت تحل محله وهكذا. فانت بقى مطالب منك ان انت خد جنب الميديا باينج كده ايه حته الكرييتيف وايه حته الكونتنت. طيب انا المفروض اتعلم ده. تعالى كده نقول ان المجال دلوقتي بقى متقسم، يعني ناخد كده نوت على جنب، يعني نتكلم كده وناخد نوت على جنب كده، ان المجال بقى دلوقتي المفروض ان هو عندك فيه حاجتين، يا اما واحد المفروض ان هو جنرال، تمام، احنا بنقول ان احنا عندنا واحد جنرال، او واحد هو ايه اور واحد هو متخصص سبيشالست ومتخصص في الحته بتاعته، تمام، يعني واحد هو متخصص في الايه الحته بتاعته وبيلعب بس بيلعب على الحته بتاعه ايه ان انا متخصص. يعني لما نيجي هنا نروح على الراجل بتاع الكونتنت يقول لك والله لا انا، او بتاع الميديا باينج او بتاع الادز يقول لك لا والله يا باشا انا اصلا انا مش جاي هنا اعمل ادخل داتا، انا مش جاي هنا احط الداتا على الويب سايت او ان انا اعمل ادز، انا مش جاي هنا مثلا اشتغل على حاجه معينه. لا هو المجال ما بقاش دلوقتي، ودي من الحاجات اللي الناس كتير دلوقتي مش واخده بالها منها، يعني مش واخدين بالهم من ان المجال دلوقتي بيتحول من ان انت تكون واحد سبيشالست لواحد انت جنرالست. انت المفروض تكون بتفت في كل حاجه، بتجيب اخرك في كل حاجه، بتكتب كونتنت وي وهكذا. طيب السبيشالست دي اللي هو ايه؟ اللي هو انت متخصص، انا بتاع كونتنت، انا بتاع SEO. طيب هل ده احسن ولا ده؟ هل ده افضل ولا لا؟ هي مش بتتحسب كده، هي بتتحسب على حسب قدرتك وانت بتقدر تدي لحد فين او بتفت لحد فين. فخلينا نقول ان احنا عندنا واحد هو بيشتغل جنرال، وواحد هو المفروض ايه؟ هو ايه؟ سبيشالست، والمفروض ان هو بيشتغل على الجزء بتاع الايه، الجزء بتاع الجزء بتاع الكونتنت بس، او بيشتغل على حسب الجزء ايه اللي بيشتغل عليه. تمام. فاحنا هنا ازنوت انت المجال دلوقتي ما بقاش محتاج الناس السبيشالست اكتر ما انه محتاج حد هو جنرال يقدر ان هو يلعب في اماكن كتير وعنده نوليدج كبيره، وده قليل جدا في المجال. يعني خلينا نقول ما بين قوسين كده، هو قليل جدا في المجال لما تلاقي حد هو عنده فات يقدر ان هو يسد في هنا وهنا وهنا وهنا. لذلك لما بنيجي نلعب على الناس الناشئين، الناس اللي لسه طالعين، يعني انا لما باجي حد جديد لسه شغال معايا ما بلعبش معاه على ان انت بتاع كونتنت ونام في الخط. انت 80% من شغلك او 70% من شغلك هو كونتنت، بس عندك 30% من اللي انت بتشتغله هو ريليتد ببقيه الناس اللي قاعده جنبك، عشان تقدر تطلع البيست براكتس بتاعتك، او الحته الايه اللي تقدر تغطي بيها نفسك وتقدر تغطي بيها بقيه التيم. لذلك بتاع الميديا باينج، ولو بصينا في كل التخصصات هنلاقيها نفس القصه. فبقى الراجل بتاع الميديا باينج هو بس مش مركز في حته الادز وان هو يبص على الادز وهكذا، لا، قلنا اول حاجه هو مركز بره، مركز مع الناس بتوع الاوبريشن اللي بيتدلعوا وما بيوصلوش الاوردرات، مركز مع التسعير ومركز مع المنتج وفاهمه كويس وقادر ان هو يلعب على الكومبيتيشن بتاعه الويبس البرودكت وهكذا، مركز مع التسعير والكومبيرنج في البرايسنج مع بقيه الكومبيتيشنز على مدار الماركت، مركز مع الاوفرز اللي المفروض ان هي بتطلع وهكذا. احنا عندنا اوفرز داخلين على بلاك فرايداي، داخلين على يير، داخلين، فانت بتقدر تمانج ده. والله فاضل لنا شهرين وداخلين على بلاك فرايداي، فازاي ان انت تعمل جروث في الاوردرات بتاعتك؟ هل هتعملها هتاخدها وان شوت، ولا المفروض ان انت هتاخدها ستيب باي ستيب؟ انا دخلت في اوردرز في 70 في 50 في 30% وفي 70% وهكذا، فانت بتريد ده. فاوريدي هو بقى داخل في حاجات كتير قوي، وبقى يخش في اجزاء مهمه جدا جدا بره وجوه، بيخش في اجزاء ايه كتير جدا بره وجوه. طيب هو كده قلنا ان الراجل بتاع الميديا باينج اتزحزح شويه وبقى يخلي باله من بتاع الكونتنت عشان يقدر ان هو يديله الكونتنت المظبوط اللي قادر ان هو يطلع عليه الاد اللي هو محتاجه. يعني احيانا لما بنيجي نشتغل على الادز نقول والله انا محتاج فكره معينه في الكرييتيف عشان اقدر ان انا كاتش بيها، والنبي ركز لي على اول 3 ثواني، والنبي ركز لي على المقاسات عشان تيك توك ما بياخدش مني الكونتنت لو هو فيه العدد ده من الكلمات، والنبي ركز لي على مش عارف. فهو اوريدي بقى راجل انكلودد جوه ايه؟ الكونتنت. طيب تعالى كده نبص على حته ثانيه، او نتكلم او نشتغل برضه على حته ثانيه. الراجل ده المفروض ان هو بيشتغل على ايه؟ از ميديا باينج هو احنا حصل معانا جروث كبير قوي قوي في مجال الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه، زي ما احنا بنقول عليه هو مجال الاي كوميرس حصل فيه جاب كبير. ناس بتشتغل افيليت، وناس ثانيه بتشتغل دروب شوبينج، وناس ثانيه هي بتجيب برودكتس وتبيعها. فالاي كوميرس خصوصا بعد كوفيد 19 والموضوع بتاع الكوفيد 19 بقى في ناس كتير هي تحولت للاونلاين، فاوريدي الاي كوميرس وسع مننا قوي. تمام. وبقى خلاص ناس كتير شغاله اي كوميرس، فاوريدي انت بتركز في حته الميديا باينج، فبقيت ان انت تشتغل معاه على حته ايه؟ الكونتنت. طيب حته الاي كوميرس ده والكوفيد 19 ده ليه؟ لان ده خدنا للاونلاين بيرشز او البيع والشراء اونلاين، فبقينا نشتغل على الويب سايت. طيب احنا كميديا بايرز بنعمل ايه؟ بنجيب الادز ونشتغلها والامور دي كلها، ونعمل التراكنج والقصص بتاعتنا دي كلها. العميل عمل 47 ريكويست، بس اوريدي ال 47 ريكويست هو حط في الباسكت، بس هو ما عملش البيرشز. ليه؟ علشان في مشكله في الويب سايت وفي البيمنت بتاعه الويب سايت. في مشكله في الويب سايت وفي البيمنت بتاعه الويب سايت. طب انا كراجل بتاع ميديا باينج انا لازما ايه؟ اعمل ايه بقى؟ بقى مطالب مني ان انا اعمل تشيك على الايه الويب سايت. فاوريدي دخلت مع بتاع حته مع بتاع الديفلوبر، ابتدي اشوف الورد بريس هل هو معمول تراكنج مظبوط، هل العميل بيخش على التشيك ليست ويبتدي ان هو يتشيك على بيخش على التشيك اوت ويعمل عمليه الشراء سلسه ما فيهاش اي مشكله، لا العميل عنده مشكله وهكذا. طيب بقينا نبص تاني ايه جوه على الويب سايت، بقينا نبص على اليوزر اليو اي واليوزر اكسبيرينس، العميل لما بيخش ايه اللي بيحصل. فبقينا نعمل سايت اب ل تولز وادوات ان هي تساعدنا نبص على اليوزر بيعمل ايه جوه الويب سايت عشان نقدر نسخره ده. فبقينا انكلودد جوه الكونتنت وجوه اليو اي وجوه الويب سايت وجوه جزء ليه علاقه بالتراكنج، فبقينا انكلودد في اكتر من جزء. طيب بحكي لك القصه دي ليه؟ عشان اقول لك انت ازاي اتنقلنا بفرض من السوق من ان احنا ميديا باير لان احنا برفورمانس ماركتنج. الراجل بتاع البرفورمانس ده هو بقى اهم من السي او نفسه، يعني الراجل بتاع البرفورمانس بقى هو اهم من ايه من السي او نفسه، وبقى هو اللي بيتحكم في حاجات كتير لان هو اللي شايف السوق وهو اللي شايف الكومبيتيتور وشايف الماركت وشايف الديجيتال ومعاه التولز والامور دي كلها. طيب الراجل ده بعد كده راح فين؟ راح للجزء بتاع الاس اي او او السيرش انجن، تمام؟ راح ايه السيرش انجن ادز او السيرش انجن اوبتمايزيشن، تمام؟ فاللي هو بنقول عليه السيرش انجن اوبتمايزيشن، تمام؟ قلنا نقول عليه ايه السيرش انجن اوبتمايزيشن وكمان والسيرش انجن، تمام؟ ادز وسيرش انجن اب كمان، يعني الابلكيشنز وهكذا. فبقى الراجل بتاع البرفورمانس بيكونفيرم على انا الويب سايت ده بيحصل في ايه، لان بعض الاستراتيجيات اللي اشتغلنا بيها او بنشتغل بيها ان انت بتشتغل 70% المفروض ادز وبتدخل ايكوال قصادها 30%، تمام؟ هي المفروض اورجانيك، تمام؟ فبقى ايه اللي يحصل؟ فاحنا بقينا نعمل ايه؟ انت عندك حاجات اورجانيك، من الاورجانيكس اللي هو ايه او الحاجات الاورجانيك اللي انت بتشتغلها الكونتنت والجزء الخاص بالانباوند ماركتنج والورد اوف ماوث والاس اي او والجنريت كونتنت وهكذا. تعال ناخد مثال على الكلام ده. مثلا احنا لما دخلنا في المشكله بتاعه البيمنت الخاصه بالحسابات الدولاريه وفي مصر وهكذا، بقى ايه اللي يحصل؟ ناس كتير عطلت. طيب بقى في كرييتيفز تشتغل، بقى احنا خلاص نشغل دماغنا عشان عايزين نبيع، مش هنفضل قاعدين لحد ما نحل مشكله البيمنت. فبقينا نعمل ايه؟ نعمل حاجات ليها علاقه بالماركتنج اسمها ريماركتنج. طب الريماركتنج ده يتعمل ازاي؟ احنا عندنا ديلي تاسك ان احنا نعمل ريسند للعملاء اللي اوريدي موجودين على السوشيال ميديا وعلى الواتساب علشان نعمل لهم ريسند مسج باوفرز جديده، فنحاول نطلع بالايه بالريماركتنج عشان نجاب الناحيه الثانيه ونطلع الناحيه الثانيه قصاد الادز. فهنا الراجل ده ما بقاش بس بيفكر في الادز بتاعته، هو كمان بيفكر في الكريتيفيتي والبرفورمانس. هنا بقى بدانا نروح للبرفورمانس، ان انت ايه الادوات اللي حواليك كلها انترنال او اكسترنال عشان تستخدمها عشان تخش جوه البرفورمانس ماركت او تخش جوه الشركه نفسها وتقدر ان انت تشتغل على ده، تمام؟ وتقدر ان انت تشتغل على ان انت تعلي الشركه. انت عندك مين اوبجيكتيف اساسيه ان انت تعمل ايه؟ ان انت توصل الشركه دي ان هي تجيب ريفينيو ومنه بروفيت، فاي حاجه مسموحه لك ان انت تعملها. تشيك على الويب سايت، تشيك على الكونتنت، تشيك على الفيجوالز، تشيك على الادز، وتشيك على الاوبريشن، وتشيك على التيم بتاع الكول سنتر وهكذا، تمام؟ فبقيت انت ماسك عصب البيزنس نفسه، ماسك ايه؟ عصب البيزنس. لان انا ما ينفعش ان انا اجيب لك 100 ليد وانت تيجي تقول لي ايه؟ والله انا مش عارف اصل كلمته وما ردش. لا يا بابا، ما فيش حاجه اسمها كلمته وما ردش. انت شوف العميل، هات اخره، ابعت له واتساب وابعت له ميل وابتدي روح له البيت حتى. يعني انت في عميل خد حاجه اسمها الكاك مننا اللي هو ايه؟ الكوست بير اكوزيشن. العميل ده عمل اكوزيشن او عمل خد رد فعل معاك، فده عميل خد اتحسب عليا فلوس، تمام؟ فاوريدي انت بقيت تشتغل على. طيب هل الراجل بتاع الميديا باينج اللي هو بقى بيرفورمانس بعد بقى ما بقى يخلي باله من الناس دي وبقى يخلي باله من الايه الجزء كمان الخاص بتاع الايه الويب سايت والامور دي كلها، خلاص هو هيعمل كل ده ازاي؟ يعني الراجل، يعني هتلاقي حد دلوقتي بيسال ايه؟ هو الراجل ده لازم يتعلم كل ده وهيخلي باله من كل ده ازاي؟ لذلك قلت لك حاجتين، اول حاجه ان الناس دي قليله انا كبرفورمانس ماركتنج عدد الناس اللي فاهماها هي قليله، بحيث ان هم بيعملوا الفرق والبادجت بتاعتهم مش مش صغيره. طيب بيعمل بقى ده ازاي؟ لازما ان انت تكون عندك السكيلز اللي تقدر تمانج بيها ده. اول السكيلز هي التايم مانجمنت، تمام؟ انت قادر ان انت تمانج التايم بتاعك بما يتناسب مع التيم بتاعك علشان تقدر ان انت تعمل ده. يعني مش لازم انا اللي هكتب الكونتنت ومش لازم انا اللي هشتغل عليه، بس قادر ان انا اتعلم وانفست في نفسي كويس عشان اقدر امانج الناس دي. وبقى يحل محل الماركتنج مانجر لو ما بقاش عاجبه الكلام ده. طيب الجزء الثاني هي التولز، تمام؟ التولز ومن الحاجات المهمه جدا جدا هي التولز. التولز كل حاجه، لو احنا اتكلمنا على الجزء الخاص بالاي اي، فاحنا بنقول ان الجزء الاي اي هو ما بقاش حاجه اسمها تولز، لا هي بقت حاجه انكلودد جوه انكلودد جوه كل حاجه. يعني ايه انكلود كل حاجه؟ يعني اي حاجه احنا بنشتغلها ليها علاقه باي حاجه، ليها اي حاجه ديجيتال او اي حاجه فيجواليزيشن او اي حاجه في مجالنا هي مربوطه بالاي اي، سواء شئنا ام ابينا او سواء احنا اشتغلنا على ده او ما اشتغلناش على ده. يعني لو دخلت ميتا هتلاقي عليها AI جوه الادز، لو دخلت على جوجل هتلاقي جوه الادز بتاعتها جزء الاي اي، لو دخلت على الكونتنت هتلاقي. فانت ازاي ان انت تستخدم ده في الجزء بتاع الشغل بتاعك؟ وكل ما انت بقيت فاهم اكتر وقادر تستخدمه اكتر، كل ما انت بقيت قادر ان انت تمانج التايم بتاعك، فانت بقت معاك تايم مانجمنت، فتقدر تطلع ريزلت احسن واقوى وتكسب وقت. بدل ما انت تقعد طول اليوم تعمل في ريبورت، لا انا ممكن استخدم جوجل داتا او جوجل لوكر ستوديو عشان اقدر ان انا امانج واشوف الكلام ده كله. بدل ما انا اقعد ابص على اكتر من داشبورد، لا انا من خلال خبرتي او من خلال مذاكرتي في الداتا اناليتكس انا قادر ان انا اربط الكلام ده كله، يطلع لي في داشبورد واحده واقدر ان انا اشتغل على ده. قادر ان انا افهم الارقام دايركت وقادر ان انا اقراها، فاقدر اخد ديسيشن اسرع، فاقدر ان انا اكسب اكتر او اخسر اقل، تمام؟ الجزء اللي بعد كده قلنا الجزء بتاع الريبورتنج، تمام؟ انا لازم اكون فاهم كويس جدا 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 في الحته بتاعه الريبورتنج، عشان اقدر ان انا اعمل ريبورتس بشكل كويس. يعني انا اقدر ان انا اعمل ريبورتس واقدر ان انا اطلع تقارير علشان اقدر ان انا اشتغل على ان انا اعلي الجروث بتاع الشركه اللي انا بشتغل فيها. طيب فانا ايه اللي حصل او ايه اللي تم معايا؟ والله يا باشا انا ماليش دعوه، انا دخلت الميديا باينج قالوا لي تعالى اتجرجر على الايه بيرفورمانس ماركتنج بعد ما اتمرمطت سنتين ثلاثه في الميديا باينج. فالسوق جر الميديا بايرز اللي شغالين من 2016 2018 لجزء البرفورمانس ماركتنج، او طبعا الناس اللي فيما قبل ذلك. طيب فانت اوريدي معاك سكيلز خاصه بالاي سي او، سكيلز خاصه سكيلز خاصه بالجزء بتاع الكونتنت، تمام؟ وقادر ان انت تشتغل على ده وقادر ان انت تحكم ده. طيب الجزء اللي بعد كده والمهم جدا جدا خاص بايه؟ خاص بالمنتاليتي بتاعت الشخص ده. يعني ايه خاص بالمنتاليتي بتاعت الشخص ده؟ النهارده كنت لسه بقول لحد من التيم معايا، لو ان احنا ان اي حد شغال في الديجيتال ماركتنج فاكر ان هو شغال بمواعيد، فهو بيبقى بيضحك على نفسه. فالمنتاليتي بتاعت الشخص اللي شغال از بيرفورمانس او شغال في الديجيتال ماركتنج هي بتختلف 100% عن اي حد شغال في اي حته تانية او شغال في اي جزء تاني، لان انت معاك كامبين بتعمل لها لانش وبتتابع الاوبريشن وبتتابع السيلز وبتتابع الكاستمر ريزلت وبتتابع الداشبوردز بتاعتك وبتتابع التيم اللي شغال وراك وبتتابع كمان الاوفرز اللي نازله وبتتابع الكومبيتيتورز وبتتابع الماركت. كل ده انت المفروض ان انت ابديتد بيه، مش هقول لك بير داي، انت ابديتد بيه بير مينت. يعني انت كل لحظه لازم تكون وكل دقيقه لازم تكون متابع الاجزاء دي كلها. فخلينا نقول هنا عقليه، يعني خلينا كده اكتبها، عقليه الشخص اللي شغال في المجال مختلفه، لازم تكون مختلفه ولازم انت تكون مهيئ لده. طيب بره بقى الحته بتاعه البرفورمانس او بره الحته بتاعه التكنيكال، بره الجزء ده از منتاليتي، ازاي ان انت تكون متقبل ان انت فولو اب 24 ساعه على الشغل بتاعك. انت عملت لانش للكامبين، شغال جمعه، الدنيا بتريحها. طيب احيانا في ناس بتقع بسبب ده، هو شاطر جدا جدا وقادر ان هو يشتغل بشكل كويس، بس مش قادر يدي التايم بتاعه على مدار اليوم للحته دي. لا انا ما اقدرش اعيش حياتي كده ان انا افضل متابع الشغل 24 ساعه، لا انا عايز تيجي عليا الساعه 5، تيجي عليا الساعه 6، انا فصلت عشان عندي موفيز، عندي مش عارف ايه، ايا كان بقى، ورايح فاني حته. فمع ان هو شاطر جدا ودماغه شغاله كويسه جدا وعقليته كويسه جدا، بس هو الحته دي لا هي اللي ايه معاه مختلف. بعيدا بقى عن الريبورتس والاي اي والتولز والتايم مانجمنت والاورجانيك والاي سي او والحتت دي كلها. الجزء الثاني الافكار المختلفه. يعني ايه الافكار المختلفه؟ انت لازم يكون عندك افكار تقدر ان انت تطلع بيها بشكل مختلف عن الافكار العاديه، عشان انت اللي هتوجه الكونتنت، انت اللي هتوجه اليو اي والويب سايت، انت اللي هتوجه الجزء بتاع الاي سي او، انت اللي هتوجه الكيوردز اللي المفروض نشتغل عليها، انت اللي هتوجه الراجل بتاع البرودكشن او الراجل بتاع السيرفيس وهكذا. يعني لما تعمل اد على فكره معينه او حاجه معينه فتنجح، فالناس تطلب منك حاجات في الاعلان ده مثلا، احنا لا طب هو ما فيش اوفرز، او هو مثلا ما بيتباعش منه في اسكندريه، ما بيتباعش منه، فخلاص اوريدي يا جماعه احنا عندنا اوبورتيونيتي كويسه في الحته الفلانيه، عندنا اوبورتيونيتي كويسه في جزء معين، عندنا اوبورتيونيتي كويسه وهكذا. فقادر ان انت تطلع الافكار اللي انت تقدر تعلي بيها الريفينيو بتاع الشركه اللي انت بتشتغل لها او الكلاينت اللي انت بتشتغل عشان تقدر تشتغل عليه. طيب الجزء اللي بعد كده الخوف نفسه. تمام، في ناس بتبقى عندها هستيريا، خوف، انا خايف اعمل لانش، انا خايف ابوبلش، طب انا الدنيا هتبوظ، طب انا بص لو انت شغال في الحته دي وبخايف ما تشتغلش. تمام، ولا منك انت حققت ساكسس ستوري ونجحت مع المكان، ولا منك انت اشتغلت، ولا منك انت عملت اي حاجه، انت بس ايه شغال في الحته دي وخلاص. وغالبا مش توصل اصلا لحته البرفورمانس ماركتنج بالموضوع ده اصلا. يعني مجرد ما تخش الميديا باينج، كنا بنتكلم عن الكونتنت كارير او الكارير بتاع الكونتنت في الميتوب تقريبا او الميتنج 119 اي ثينك. فكنا بنتكلم على حته ان او في ريل، يعني انا كانت في الحته دي بس مش فاكر فين، ان الكونتنت هو في الزون اللي مقفوله، هو اوريدي بيكتب الكونتنت، فاوريدي في حاجه مشكله، بيعمل اديت، مفيش اي ريسك، مفيش اي حاجه. طيب الناس بقى اللي بتخرج من حته الكونتنت وتشق طريقها في حته ثانيه، هي دي الناس اللي عارفه فعلا هي رايحه فين. في ناس بتشق طريقها ناحيه الحته اللي هي فيها اوريدي سيف اوف لايف، هو مش محطوط تحت ستريس. يعني ايه؟ يعني هو اوريدي انا تمام زي الفل في الحته دي، طب تعالى انا هدخل حته ايه، مش هحط ايه نفسي في الميديا باينج، انا هموف ناحيه الايه البراندنج، فانا اوريدي اقدر ان انا امسك البراندنج للشركات وهكذا. فاوريدي هو في الايه في الحته دي. ف يعني ايا كان التشوز بتاعك هيبقى في انهي حته، فانت لا يعني اهم حاجه يكون انت يعني واثق في الستبس اللي انت هتاخدها، وبتاخدها من غير خوف، وبالنسبه لك الامور بتبقى يعني الامور تبقى ماشيه في حته انت اوريدي مرتضيها، وحته انت مرتاح فيها نفسيا، عشان تقدر ان انت تموف للحته دي بشكل كويس. طيب تعالى بقى كده، احنا فهمنا في يعني ايه في الستوريز اللي احنا ايه حكيناها واتكلمنا فيها دي كلها. احنا دلوقتي قلنا ان البورد دي هي الجزء الخاص بالماركت. الماركت هو عباره عن البورد ده، قلنا بقى كونتنت واي سي او وميديا باينج وويب، وقلنا بقى بعد كده افيليت ايميل ماركتنج طبعا بقى ايه على حسب بقيه البورد دي كلها. تمام، فانا المفروض ان انا دخلت حته معينه ليها علاقه بالميديا باينج، وبعد كده لقيت نفسي بتجر ناحيه حته ثانيه، او بدخل ناحيه حته ثانيه، ان انا مضطر ان انا اتابع الاوبريشن، مضطر ان انا اتابع الراجل بتاع الكونتنت اللي مش عارف يطلع لي الكوبي بفكره مختلفه، مهتم ان انا ظبطت كل الناس وكل حاجه، بس الراجل بتاع الويب ديفلوبر مش باني لي الويب سايت بنفس طريقه او في احسن يوزر اكسبيرينس، لا هو مش متابع اليوزر اكسبيرينس، هو عمل سلايد في الويب سايت وخلاص على كده. لكن انا راجل بتابع اليوزر اكسبيرينس وشفت ان العميل دخل وقعد يدور ويلف على البرودكت ومش عارف يعمل بيرشيز منين، فوريت الراجل زهق مني وخرج، فلا تعالى يا بتاع الويب سايت، تعالى يا بتاع الويب سايت شوف لي المشكله دي فين. فبقى الميديا باير من هنا بدا ان هو الماركت نفسه والشركات والديجيتال ماركتنج اندستري زقته لحته ايه؟ البرفورمانس. طب فبقى ليه اثوريتي وليه اكسس على ان هو لا انت بتدخل تبص على الايه الادز وبتشوف الكونتنت اني كريتيف اكتر عن احنا طلعنا النهارده كام اوردر، والله طلعنا 20 اوردر، طب في كام منهم وصل؟ في منهم 15 وصلوا، طب الخمسه التانيين فين؟ ما هو الخمسه التانيين لو ما وصلوش يبقى انا حصل عندي عجز في الاوردرات، فحصل عجز في الريفينيو، فاوريدي انا صرفت اكتر، فاوريدي لازم انا ادخل بدلهم، وهكذا. لا ده وصلوا بس حصل مشكله في التسليم، طب وهكذا. تمام. فدخلنا بقى بعد كده ايه في الحته، خلاص هو ايه دخل حته ايه البرفورمانس ماركتنج، وبقى هو عليه الايه الريسبونسبيلتي كلها بشكل كامل، هو مسؤول بشكل كامل عن نجاح الايه البراند المفروض ان هو بيشتغل عليه او اللي هو اوريدي استلمه. طيب انا دلوقتي كميديا باير او كبرفورمانس خلاص انا طلعت من حته الميديا باير ان انا باخد مسؤول عن الميديا، ميديا باير مسؤول عن الميديا الخاصه بالشركه دي عشان اعمل لهم او اعمل لهم راننج للادز، عشان من خلال الادز هقدر ان انا اوصلهم للنقطه اللي هم عايزينها، فالناس دي ما بقتش تسمع كلامي وما بقوش يغلفوا الاوردرز زي ما انا المفروض اقول لهم يغلفوه، ما بقوش ان هم يعملوا فولو اب مع الليد، يعملوا فولو اب مع الليد زي ما انا قايل لهم، ما بقوش متابعين السي ار ام، الامور دي كلها. فانا مضطر اسفا ان انا اتحرك شويه وابتدي اروح لبتاع السيلز واقول له كلمته، طب عملت ايه؟ طب وريني ايه السيلز فانل بتاعت العميل والكاستمر فيدباك بتاعت الايه الكاستمر فيدباك بتاعتك فين؟ والله اللي انا كلمت العميل النهارده المفروض ان هو ما ردش، فبعت له واتساب، فلما بعت له واتساب المفروض ان هو رد عليا وقال لي كلمني بكره الساعه 2، جينا بكره الساعه 2 انا نمت في بيتنا وما جيتش، فاوريدي ما كلمتش العميل، فاوريدي انت يا ميديا باير صرفت فلوس في الفاضي وجبت العميل على الفاضي. الدوشه دي كلها انت لازم تكون عامل عليها فول اب، فاوريدي انت بقى ليك اثوريتي، فقدرت تتحكم في الناس دي وقدرت ان انت تشتغل على الناس دي. طيب انا دلوقتي تعالى بقى ايه نخش ايه في حته ايه از اكشن بقى. تمام زي الفل، وعرفنا الماركت والقصه دي كلها. از اكشن بقى الامور المفروض تمشي ازاي؟ انا ماشي كاكشن المفروض انفذ ده ازاي وادخل الحتت دي ازاي واشتغل على الايه الامور دي ازاي، او ان انا اجو اهيد ازاي. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم في حته الليرنينج، يعني خلينا ناخدهم على جزئين، حته الليرنينج وحته الاكشنز فور بروجكت، او انت بتاخد اكشن لمشروع معين ازاي. وقبلها خلينا نتكلم في حته ايه حته الليرنينج، انت بقى كليرنينج المفروض تشتغل ازاي. تمام او كليرنينج انا المفروض اعمل ايه، او المفروض ان انا اشتغل ازاي. طيب از ليرنينج مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم انت لازم تكون فاهم الديجيتال بلاتفورم بشكل كويس. تمام عشان تاخدها بقى ايه من حته الميديا باينج او من ايه من الجزء ايه الميديا باينج الديجيتال بلاتفورم. خلينا هنا نقول الايه الديجيتال بلاتفورم. تمام بالديجيتال بلاتفورم هنا انا بقصد بيها ايه جوجل ادز، تيك توك ادز، فيسبوك بيزنس والامور دي كلها. تمام فالمفروض ان انت تكون فاهم ايه البلاتفورمز دي كلها. فاهم البلاتفورمز دي مش من ناحيه الكليكس، يعني مش انا ممكن هعمل هنا وادوس هنا ادخل على الكامبين، لا 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 خالص. فاهم البلاتفورمز دي من ناحيه ايه من ناحيه الارقام، يعني لما الاقي المفروض ال الريت بتاع الانجيجمنت جايب لي مثلا افريج، فهنا المفروض يعني ايه، او هنا المفروض ان انا اقرا ايه. لما الاقي الكوست بالريزلت عاليه، فهل انا المفروض احسبها على الكوست بالريزلت اللي طلعها لي من الداشبورد، ولا المفروض احسبها ازاي؟ طب انا دلوقتي المفروض عملت كام امبريشن، فالمفروض طلع منهم المفروض كام سي تي ار، معدل السي تي ار بتاع قد ايه. طيب الكامبينز الايام بتاعتها او البريك داون بتاعتها. لما انا بشوف البريك داون بتاعتها بعرف انهي احسن ايام وانهي افشل ايام. طب امتى اوقف الكامبين وامتى اشغل الكامبين؟ طب امتى اقول على الكامبين دي ناجحه وامتى اقول على الكامبين دي هي فاشله او الكامبين دي مش احسن حاجه. تمام؟ فازاي ان انا اشتغل على ده؟ تمام؟ فلازم ان انا ايه اشتغل على ده واركز على ده. فهنا بنقول ايه؟ ان انت تعرف تقرا، تمام، الارقام. طب ارقام ايه تاني المفروض ان انا اعرف اقراها؟ ارقام البيزنس نفسه. تمام؟ يعني ايه ارقام البيزنس؟ يعني انا هتلاقيني في الاول بقول لك ايه لو احنا بنشتغل مع بعض، اديني الارقام بتاع البيزنس. يعني انت المفروض بعت، تمام، بكام؟ بعت بكام؟ تمام؟ كسبت كام؟ تمام؟ صرفت كام؟ تمام؟ حققت ايه؟ تمام؟ الارقام، اديني ارقام بقى واناليتكس عشان نقدر نمشي. في زمان في ميتنج من الميتنجز اللي احنا كنا بنتكلم فيها في المنتورنج او الميت ابس، كنا بنتكلم عن حاجه ان احنا او هتلاقيها في ميتنج من اللي اتكلمنا فيهم، ان احنا كنا بنقول ان في المفروض، او كنا بنقول المفروض في 3 اساسيات احنا بنعدي عليهم ايا كنت بتشتغل في اي حته في الخريطه دي او في الماب بتاعه الماركتنج. اي حته بتشتغل فيها في الماركتنج او الديجيتال ماركتنج، او سواء بقى كونتنت، ميديا بايرنج، بيرفورمانس، اي حاجه انت هتشتغلها هتلاقي نفسك جوه حته معينه، هتلاقي نفسك ايه في حته معينه. في حته معينه دي اللي هو ايه بالظبط؟ او في انهي حته او بتشوف نفسك في انهي حته بالظبط؟ في الحته اللي هي بتاعه الاناليسز. بعد الاناليسز هتلاقي نفسك في الحته بتاعه الاستراتيجي. بعد كده هتلاقي نفسك في الحته بتاعه ايه؟ الحته بتاعه الاكشنز. فده هتلاقيه دلوقتي اللي هو ايه؟ انا دلوقتي بدات ان انا اشتغل على، او ان انا افكر في الحته بتاعه ايه؟ الاناليسز بتاعتي. الاناليسز بتاعتي ماشيه ازاي، او الانسايتس بتاعتي ماشيه ازاي، او ان انا المفروض اشتغل على الجزء ده ازاي. اديني ارقام بقى. والله احنا عملنا ادز ب 60,000، تمام؟ ال 60,000 دول صرفنا منهم المفروض 30,000 في انجيجمنت كامبين، والمفروض الباقي صرفناهم في مسجز كامبين. المسجز كامبين جه منها المفروض 300 كلاينت، ال 300 كلاينت 3 منهم بس اللي اشتروا وعملوا اكوزيشن معايا. طب الاكوزيشن دي بكام؟ تمام؟ والله ال3 دول اللي اشتروا كل واحد منهم مثلا اشترى ب 100,000 فعملوا معايا 300,000. فهنا انا عرفت الكوست بير اكوزيشن، فهنا قريت الرقم. طيب كل واحد منهم اشترى ب 100,000، انت اصلا ال 100,000 منهم، من كل واحد، او كل واحد منهم اشترى 100,000، او كل واحد منهم اشترى كل واحد من الكلاينتس دول اشترى ب 100,000. فانا عرفت الاكوزيشن، خلاص عرفت انا اللي عامل كل واحد مكلفني او دخل او دفع لي، سوري، 100,000. فالاوريدي كل عميل منهم مكلفني انا تهت ثانيه واحده. المفروض انا عملت ادز ب 300,000، تمام؟ خلينا نكتب هنا عشان ما نتوهش. انا عملت ادز ب 300,000، تمام؟ طب حلو، ال 300,000 دول المفروض جابوا لك كام كلاينت، او عملوا لك كام عميل؟ والله المفروض ان هم دخلوا لي 100 عميل. طب ال 100 عميل كام واحد منهم اشترى؟ المفروض ان هم اشترى مني 3. طيب هنا لما انا صرفت ال 300,000 وفي 3 بس اللي اشتروا بشكل كامل، فالكوست بتاعت كل كلاينت هو 100,000، تمام؟ طب ال 100,000 كل واحد منهم اشترى بكام؟ ب1,000,000 مثلا. طيب حلو جدا، انت بقى كسبان كام من ال1,000,000 دي؟ تمام؟ فهنا اول حاجه ايه؟ نقرا ارقام واقرا داتا. طيب هات لي بقى الكامبين اللي المفروض العميل ده جالك منها واشترى منها، ونعمل انسايتس للكامبين. هات لي الكرييتيف اللي المفروض هو كان انجح كرييتيف. طب هل دول كانوا باوفر ولا من غير اوفر؟ لا دول والله كانوا باوفر. طب لما هم باوفر، ايه الاوفرز اللي اتعملت معاهم، او الاوفر اللي اتعملوا؟ هل دول كانوا في سيزون زي البلاك فرايداي ولا من غير؟ هتقدر تفهم البيزنس ده الميديول بتاعه ناجح في انهي سيتويشنز وفاشل في انهي سيتويشنز. ناجح في انهي سيتويشنز وفاشل في انهي سيتويشنز. طب هل البادجت بتاعتكم اصلا ال 300,000 دي بير مانث، ولا انتوا صرفتهم بقى اصلا كلهم على 6 7 شهور، ولا صرفتهم في يومين، ولا صرفتهم في قد ايه؟ طب البيزنس نفسه بقى اصلا هو حاسب الفاينانس. انت طبعا عشان بس نبقى فاهمين. انت مع الوقت هتلاقي نفسك المفروض تبقى فاهم فاينانس بشكل كويس، فاهم سايكولوجي بشكل كويس، فاهم ماركتنج وبيرسونا والاجزاء دي كويس، فاهم الجزء الخاص في بعض الاجزاء في الاي سي او تكون فاهمها بشكل كويس. ده التطور اللي انت المفروض تمشي عليه. فاي واحد شغال في الميديا باينج وهو نايم لنا كده، نايم ومكبر دماغه وهو مفكر الموضوع عادي، فهو اوريدي لا، هو الموضوع اكبر من كده. انت احنا كده يعني كنا بنتكلم في حته الليرنينج، هنيجي للحته بتاعت ان انت او خلينا نقول ان انت المفروض عندك يعني ديلي تاسك هو ليرنينج. انت كل يوم لازم تتعلم حته معينه، لازم تتعلم حته معينه. جوجل اصلا نفسها يعني جوجل نفسها فيها كميه بلاتفورمز، انت لو قعدت تتعلم فيها سنه كامله مش هتخلصها. انت عندك جي تي ام، وعندك ايه جي اي 4، وعندك الفاير بيز تقعد تفهمه، وعندك جوجل سيرش كونسول، وعندك المفروض جوجل ميرشنت، وعندك جوجل لوكر ستوديو، وعندك الاندرويد ستوديو، وعندك جوجل كلاود. وبعد ما تخلص دول تفهم الموبايل ابلكيشن، وتفهم الويب ابلكيشن بيشتغلوا ازاي، وازاي تلينك مع الداشبورد وتقرا الارقام من الداشبورد. وعندك كمان الفيلز التراكنج، جزء التراكنج كله بعد ما تفهم جي تي ام وجوجل اناليتكس ازاي ان انت تقرا وتعمل دوبليكيت للبكسل، وتفهم جوجل ادز، وتفهم فيسبوك ادز، وتفهم الجزء بتاع السناب عشان التوجه دلوقتي للسوق الخارجي وهكذا. فانت ديلي ابديتس، ودي ما فيهاش تهاون ومش بنهزر فيها اطلاقا، سواء بقى في لايف، في ميتنج، في شغل، في اي كده، ما فيش تهاون في حته الديلي ابديتس او الديلي ليرنينج بالنسبه لاي حد شغال في المجال. مفيش ديلي ابديتس، فاوريدي انت كل مره بتنزل خطوه بلس، يعني مش خطوه، هي خطوتين، لان انت بتنزل خطوه في حته ما اتعلمتهاش وغيرك بيتعلم فهو سبقك خطوه، فانت اوريدي بتخسر خطوتين. تمام؟ فانت لازما مبدئيا كده تكون فاهم الديجيتال بلاتفورمز والارقام، وتطلع الانسايتس بتاعتك تكون ايه، عامله ازاي. الجزء الثاني ليه علاقه بالتراكنج. تمام؟ الجزء بتاع التراكنج بتتعلم تكون عارف حته التراكنج بشكل كويس جدا جدا عشان تقدر ان انت تطلع ارقام. طيب تطلع ارقام ازاي؟ او دي احنا بنفهمها ازاي؟ اي دلوقتي شركه، اي شركه المفروض ان احنا بنشتغل معاها whatever بقى، هي اي كوميرس، ريل استيت، بتبيع حمص، بتبيع اي حاجه بتبيعها، هي لازم يكون عندها ويب سايت او ابلكيشن، اما كانش الاثنين. فعلشان تقدر تقرا داتا نظيفه او تقدر تطلع داتا نظيفه لازم ان انت تكون عامل تراكنج. طب عشان تكون عامل تراكنج لازم ان انت تشتغل على جزء ايه؟ التراكنج. فالديلي ليرنينج في الديجيتال بلاتفورم هو او الديجيتال بلاتفورم هي مهم جدا جدا. الجزء الثاني جزء التراكنج، فانت اوريدي لازم ايدك تكون شغاله وتكون ابديتد. يعني لو انت طلعت مصيف شهر وقلت ان انت هتطلع تريح دماغك وبعد كده ترجع للشغل، انت ترجع تذاكر من الاول بقى. يعني انت خلاص رجعت، تمام، يلا خش بقى من ايه، تعالى كده من اول السطر زي او من اول الطابور. يعني انت كنت في طابور وخرجت منه ورجعت، لا يا باشا معلش، حتى تعالى من اول الطابور بقى، لم بقى ايه كل اللي وقع منك ده، عشان في ابديتس كتير ان هي عدتك، خصوصا في الايه الفتره دي، علشان الانكلودد ليه حته الاي اي والقصص دي كلها. فانت عندك قلنا الديجيتال بلاتفورم لازم تكون فاهمها كويس جدا وتعرف تتعامل معاه وتعرف تتعامل مع الارقام. الجزء الثاني ليه علاقه بالايه التراكنج، او الجزء الثاني ليه علاقه بالتراكنج. وقلنا في الجزء الثاني في جوجل قلنا الجزء ده في الجزء بتاع جي تي ام، يعني سبيشالي جي تي ام، يعني في طرق كتيره في التراكنج، ودايركت واندايركت وكاستم وستاندر وقصص ثانيه كده مش هنخش فيها. والجزء اللي بعد كده ليه علاقه اكتر بالجوجل، او في حته برضو التراكنج، جوجل لوكر ستوديو، جوجل جي 4 والقصص دي كلها، جوجل اناليتكس 4 والحاجات دي كلها. فانت لازم تكون فاهم الاجزاء دي كلها، يعني ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، كنت ايه تبقى ايه فاهم الحتت دي، علشان تقدر ان انت ايه تواكب، او تقدر ان انت بقى ايه تخش حته الايه الميديا باينج بشكل اساسي. ناهيك طبعا ان انت عندك باك جراوند ماركتنج، يعني خلينا بس نقول انت لازم يكون عندك باك جراوند ماركتنج عشان تقدر تشوف الكاستمر بيهيفير، تبص على الباير بيرسونا، تبص على ال السيجمنت والتارجتنج والبوزيشن الاس تي بي، وهي تبص على كل الايه الحبشكنات اللي احنا بايه بنقعد ايه نبص عليها دي، او الاجزاء اللي احنا ايه بنقعد نبص عليها دي. طيب الجزء اللي بعد كده او الجزء اللي خلاص انت فهمت الحته الديجيتال بلاتفورمز وعملت لها الانسايت وعملت تشيك على الايه البلاتفورمز بتاعتك كلها، سواء بقى هي ادز او بيجز او ما الى ذلك، وشفت بعد كده حته الايه عملت تشيك على التراكنج وشفت انت معاك داتا ولا معاكش داتا والامور دي كلها. الجزء اللي بعد كده ليه علاقه بايه بالايه قلنا حته ارقام الايه ارقام البيزنس وان البيزنس الامور بالنسبه لك تمام. طب الجزء اللي بعد كده ليه علاقه بالعميل او هنقول هنا الايه رحله العميل. تمام، لازم تبتدي تفهم بقى وتعمل تشيك على رحله ايه العميل. اعمل تشيك على ايه، انت ممكن من الكلام ده تعمل تشيك ليست لنفسك على فكره، الناس اللي تبقى انت عارف ازاي تعمل تشيك على رحله العميل. رحله العميل اللي هو انت المفروض تذاكر بشكل كويس ازاي ان انا اعمل تشيك على الرحله بتاعت العميل، واعمل تشيك على المنتجات. هنا نقول المنتجات ازاي ان انت تقرا المنتجات. تمام، يعني ايه تقرا المنتجات؟ خلينا نقول هنا ان احيانا بعض الشركات كايجنسيز او بعض الاشخاص بيختاروا او هو بيرفض او بيقبل الشغل مع الشركه دي ديبانز على المنتجات بتاعتها. يعني ممكن تيجي شركه تقول لي احنا محتاجين نشتغل على المنتجات دي ونعمل لها ونبيعها وهكذا، لكن وخد برسنتج منها وهكذا، لكن المنتج ده هو اوريدي ما بيتباعش. ليه بقى؟ هو عرض البرودكت بتاعته غاليه جدا. لو المنتج ده بيتباع في الماركت نفسه ب 35 جنيه تمام، فاوريدي اصلا في حد في زيه وكل حاجه، بس اوريدي بيتباع ب 10 جنيه وب 7 جنيه وهكذا. تمام، طيب فاوريدي المنتج ده ميت، فانت عشان تحارب فيه وتصرف فيه مش هيشتريه منك غير العميل اللي ما عملش سيرش، وما بقاش في حد دلوقتي ما بيعملش سيرش. حتى لو عميل هيشتري حاجه ومش عامل عليها سيرش، هو اوريدي بيظهر له اوريدي. يعني هو دلوقتي لو دخل كلمك وخرج من الشات هيلاقي معروض عليه بسعر اقل، بس بسعر اقل من في تفاوت ما بين الماركت بشكل كبير يخسرك. يعني انا رحت سالت على قلم لقيته ب 350 جنيه، بعدها لقيته معروض في اعلان تاني من شركه تانيه بنفس الماركه ب 200 جنيه. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ممكن ده مورد وده مورد، ممكن ده شخص وده شخص تاني، ممكن يكون دي ماركه ودي ماركه تانيه. تمام، طيب حلو جدا. هنا انت بتعمل ايه؟ انت عملت تشيك على المنتج متباع منه ولا لا. طيب زي ايه بالظبط؟ ادخل على امازون، اعمل سيرش على المنتج وشوف على امازون موجود ولا لا. تمام، اي منتج بيقع في ايدي للشغل او زميل تاني ليا شغال فيه او اي حد تاني شغال بقى لايف اتيتيود، اللي هو ادخل اعمل سيرش كده شوف المنتج ده بيتباع فين وامتى وازاي وبكام والكومبيتيشن عليها بكام. طب في ناس بقى ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل ايه؟ تخش مثلا على حاجه او تول زي مثلا كام بكام. تمام، في تول مثلا اسمها كام بكام، وتفضل ان هي تكمبير ما بين ده وده، تكمبير ما بين ده وده، وتشوف الفرق، وتشوف هنا تشوف الفرق ما بين ده وده ايه. تمام، في ناس ثانيه ممكن ما تعملش كده، تفضل تعمل سيرش على جوجل. هنا ده الفرق اللي كنا بنقوله من شويه، ان التول هتوفر عليك كتير. هتوفر عليك في ايه؟ هتوفر عليك بقى في ان انت تطلع منتجات وتبتدي تكمبير ما بينها والامور دي كلها. فانت مثلا لو بتدور على منتج، فاوريدي المنتج ده لا موجود لا مش موجود وهكذا. تمام، لو زي مثلا المنتج ده كده، تعالى لو احنا بنتكلم على منتج زي ده، بص هنا قادر ان انت تكمبير وتطلع الفرق ما بين كل منتج والتاني، ما بين الاسعار. والله اخر تخفيض كان 8% وممكن تشتريه على من على امازون، والمفروض ان هو كان عامل مثلا 99، فغير السعر، او وهنا مثلا كان هنا بكام وبعد كده عالي بقى كام وبعد كده نزل ازاي. فخلاص انا بدات اقرا المنتج من غير ما اقعد اعمل بقى سيرش كتير، ومن غير ما انا اقعد اعمل انسايتس وادخل من ويب سايت واخرج من ويب سايت وهكذا. حد تاني ممكن يروح عامل لا يروح داخل على الايه، يروح داخل على الويب سايتس مختلفه وهكذا. مانيوال وتول، فانت ممكن تستخدم التول، ممكن تستخدم مانيوال، ممكن تكون انت متعود على المانيوال مش متاكد من التول بتغير وايه وتشتغل مانيوال وتبتدي ان انت تدور بايدك وهكذا. فهنا زي ما احنا كنا بنحكي من شويه استخدامك للتول بيوفر معاه ويقدر ان هو يمانج كل الحاجات دي كلها. فانت بتعمل ايه؟ تشيك على ايه البرودكتس نفسها، بتبتدي تشوف المنتج نفسه ده طالع منه ولا لا، اسعاره عامله ازاي، الامور دي كلها. فحته اللي تشيك على المنتجات دي مهمه جدا جدا جدا. طيب الجزء اللي بعد كده خلاص انا اتعلمت ازاي ان انا ادرس السوق وادرس العملاء وادرس المنتجات، هنقول هنا العملاء وهنقول هنا المنافسين، تمام، وكمان هنقول هنا قلنا العملاء والمنافسين وكمان السوق. تقرا السوق كويس جدا، هل انا دلوقتي مناسب ليا ان انا اشتغل في انهي سوق؟ دلوقتي مناسب ليك ايه؟ لا دلوقتي مناسب ان انت تشتغل على السوق بتاع رمضان اللي هو الفوانيس والحاجات والبلح ومش عارف ايه والامور دي كلها، لان انت قريب داخل عليك رمضان. طيب مناسب معايا، فانت تبقى قاري الماركت اللي انت شغال فيه والايه الانفايرمنت اللي انت عايش فيها وهكذا، فانت لازم تكون ملم بكل ده. طيب الليرنينج فيه ايه تاني؟ الديجيتال ماركتنج، تمام، الديجيتال ماركتنج بشكل كامل، يعني لازم أن تكون بتقرا كويس في الكونتنت والكوبيز وتبقى انت فاهمها بشكل كويس، تقدر شويه او تقرا في الاس اي او وتكون فاهمه بشكل كويس، تكون بتقرا في الجزء الخاص بالويب سايت والجزء بالبلد بتاع الويب سايت وهكذا. بعض الميديا بايرز بيعمل ايه؟ بيروح يعتمد على اللاندنج بيج، فاوريدي هو ممكن في 3 دقائق يطلع لك لاندنج بيج حلت محل الويب سايت. بعد ما طلع اللاندنج بيج بدا ان هو يكستمايز الفيتشرز والبنفتس اللي المفروض يعرضها على العميل وكتب جواها الكونتنت، وراح بعد كده ربطها بجي تي ام، بعد ما ربطها بجي تي ام بدا ان هو يعمل تيست ادز، بعد ما عمل التيست اد بدا يعرض المنتج وهكذا. بس خلاص هو مش محتاج حاجه تاني، فهو اشتغل كونتنت واشتغل في الويب سايت واشتغل كمان على ان هو يعدل في الميتا تايتل والميتا ديسكربشن والامور دي كلها والكي ووردز المناسبه بناء على شغله واحتكاكه بجوجل اد، فقدر ان هو يخلص الشغلانه كلها. فالبرفورمانس هو الحوض بتاع ايه؟ الديجيتال. البرفورمانس هو واحد ازاي يطلع احسن اداء في الديجيتال ماركتنج، احسن اداء سواء مع تيم او شغال لوحده، تمام. فمن حته الليرنينج لازم تتعلم ده ان انت انا فاهم الكونتنت. طيب زي ما قلت لك انت في حته ثانيه ممكن تعمل ايه؟ ترجع لايه للباسكت بتاعتك او الجزء بتاع البازل بتاعتك وتشوف والله انا في انهي حته والمفروض ان انا اتحرك ازاي او ادخل منين على فين او ابتدي فين او اشتغل ازاي وهكذا، تمام. فمن الحاجات المهمه ان انت تتعلمها او الحاجات الاساسيه ان انت المفروض تشتغل عليها وتخلي بالك منها هي الحتت دي. انا المفروض كل يوم اكون عندي ليرنينج، انا المفروض كل يوم بتعلم حاجه جديده، عندي وقت لازم اوفر وقت لده، ولو حتى انت معاك ساعة بشكل كويس. في إعلان شفته من يومين كان مكتوب فيه إيه؟ كان مكتوب فيه 24 دقيقة من الليرنينج في الحتة دي أو في التخصص ده، على آخر السنة، هتكون أنت بتحقق دخل مش دخل سوري بتحقق مكاسب أو أرباح معينة في حته في 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 في, في الاندستري دي. فهو هنا يقدر يعمل ايه؟ يكتب يديك بنفتس ويديك حاجات بسيطه، انت كل يوم هتتعلم حوالي من 24 دقيقه تقدر ان انت في الاخر توصل لبروجكتيف معينه. تعال ناخد مثال مثلا للكابشن دي اللي هو ايه؟ انت ممكن كل يوم تاخد 24 دقيقه تتعلم فيهم الميديا باينج او الادز، فاوريدي اخر السنه انت قادر ان انت تبقى مؤهل ان انت تبقى ميديا باير شاطر او ان انت بتبتدي ان انت تخش في الجزء بتاع البرفورمانس ماركتنج. دي 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 كوبي اعتقد اللي كاتبها واحد بتاع آآ آآ واحد صاحي، يعني واحد قادر ان هو يطلع للناس الحته اللي بيدوروا عليها. هي نفس الفكره، انت ازاي تطلع، ازاي انت تتعلم لحد ما توصل للليفل ده. طيب انا خدت بروجكت، دي بقى نخش في حته البروجكت. انت لازما تعمل ايه بالظبط؟ تعمل الايه تعمل تشيك على البيزنس نفسه. تقريبا حته الجزء بتاع الليرنينج نفس الايه الجزء بتاع الايه، يعني مشينا بنفس الخطوات. لازم تكون بتبص على بلاتفورمز بشكل كويس، وتقرا البلاتفورمز بتاعت الناس دي، وتقدر ان انت تعمل لها انسايت بشكل كويس، وتشتغل على جزء التراكنج، هل هم بيصحوا عندهم داتا ولا لا، والتولز اللي بيشتغلوا عليها، والتولز اللي موجوده، والتولز اللي مش موجوده. تقرا بشكل كويس جدا جدا الجزء بتاع البيزنس نفسه والارقام بتاعت البيزنس، ولازم كمان تكون فاهم ايه الاجزاء الخاصه بالمنتجات والعملاء والكومبيتيتورز والسوق، وتكون فاهم بقيه الاجزاء بتاعت ايه الديجيتال ماركتنج بشكل كامل، عشان تقدر ان انت تدخل في الحته دي. طيب تعالى كده يعني از فاست سيركل كده للبرفورمانس، انت لازم بتشوف البيزنس اوبجيكتيف وتبتدي ان انت تشوف ازاي هتوصل ليها. احنا البيزنس اوبجيكتيف بتاعنا ان احنا نبيع 1,000,000 قطعه على اخر السنه، عشان ال1,000,000 قطعه دول هيدخلوا لنا، لو القطعه بجنيه هتدخل لنا 1,000,000 جنيه، فاوريدي ال1,000,000 جنيه دي المفروض ان هي هيطلع منها 200,000 جنيه ادز او 300,000 جنيه ادز، فالمفروض ال 300,000 جنيه دول ادز دول هيتحط عليهم 300,000 تانيين هم اوريدي بزنس كوست او الكوست بتاعنا، فاوريدي يبقى معانا 600,000، فمعانا المفروض ان احنا طلعنا 400,000. تمام، فقسمنا الكلام ده كله. طيب حلو جدا، تمام، احنا عرفنا الارقام طبعا بعد ما مشينا المين بروسيس اللي احنا او البروسيس اللي احنا حددناها. بعد كده دخلنا على الحته بتاعه ايه التشانلز نفسها، ازاي احقق ده. تعالى بقى كده ايه نفرط الورق بتاعنا، وقول لي بقى كده السيركل بتاعت العميل بتمشي ازاي من اول المنتج لحد ما العميل يشتري، والريماركتنج كمان. يعني عايز اقول لك على حاجه، ان العميل لما بيخش يشتري منك حاجه، هو المفروض يخش في سيركل عامله زي دي، ما يطلعش منها، ما يخرجش. يعني انت دلوقتي جيت عندي، والمفروض ان انت لما جيت عندي خدت ايه سيرفيس معينه. حلو تمام، انا تقريبا مش عارف السكرين دي باينه لكم ولا لا، بس تقريبا مش باينه. خليني كده نعمل شير سكرين على دي كده. تمام، فانا دلوقتي المفروض ان انا عندي العميل دخل من مثلا من بوابه رقم 1، او دخل ياخد السيرفيس. لو احنا نفترض ان احنا عندنا 6 سيرفيسز مختلفين، عندنا 6 سيرفيسز مختلفين، فالمفروض العميل دخل خد السيرفيس رقم 1. انا لازم انا اجرجر معايا العميل، سوري يعني، او ادخل معايا العميل علشان ياخد بقيه السيرفيس. والله انت دخلت خدت السيرفيس دي، طب احنا عندنا اوفر ليك، الاوفر ده بيتضمن ان انت ليك 15-20% على النكست سيرفيس. طب انت ما خدتش النكست سيرفيس، طب انت ليك اوفر المفروض ليه البيزنس بتاعنا، او ليك اوفر من البيزنس بتاعنا ان انت تعمل سبسكريبشن ب 50% خصم. تمام، فلازم دايما تبقى مفكر العميل بيك، فاوريدي انت بتبني معاه لويالتي، وانت اكتر واحد توصل له. فهو بتاع البرفورمانس لازم بيعمل كده. طيب هو دلوقتي، طب يا شباب انتوا دلوقتي عايزين تبيعوا 1,000,000 قطعه من الماسك ده. حلو جدا، طب الماسك ده المفروض ايه البلاتفورمز اللي المفروض ان هي تحقق لنا ده، وازاي هنشتغل على ده؟ والله احنا هنعمل تيست على تيك توك، وهنعمل تيست على المفروض الريماركتنج للميل او الواتساب بتوع الداتا اللي عندنا، والمفروض ان احنا هناخد نشغل نجيب حد ونشغله كول سنتر عشان يبتدي يحل مشاكل العملاء الكتير اللي كانت عندهم دول، عشان نبتدي نبني كاستمر لويالتي، عشان نقلل من الكوست الكوست بير ليد. وكمان المفروض ان احنا نبص على الاوبريشن ونمشي مع الموضوع بشكل كويس. احنا طيب لما بنشتغل هل بنطلع الشنط عليها الارقام بتاعتنا ولا لا؟ بص بقى هنا ايه، بدأنا نخش شويه من ان انا ميديا باير، ليه؟ ان انا ببص على كل اجزاء البيزنس. تمام، طيب العميل اللي بيشتري هل احنا عاملين لويالتي بروجرام ولا لا؟ طيب احنا عملنا تيست على البلاتفورمز، في كامبينز باوفرز نجحت بشكل كويس جدا، فبدانا نعمل عليها سكيلنج وهكذا. تمام، طيب بدانا نعمل ايه الكرييت بتاع الكامبين عشان نوصل المسج بتاعت البيزنس. تمام، نوصل المسج بتاعت البيزنس. البيزنس ده هدفه يبيع، فبدانا نوصل المسج بتاعت البيزنس. البيزنس ده البرودكت ده ليه بنفيتس معينه، فبدانا نوصل ايه البنفيتس بتاعت الايه البيزنس ده، بدانا وهكذا. طيب الجزء اللي بعد كده بدانا نشوف نعمل ايه، نشوف الكامبينز الناجحه ونفعلها اكتر، تمام، ونطلع احسن كامبينز ممكن ان احنا نشتغل عليها، وطلعنا الداتا بتاعتها عشان نقدر ايه. هو ده بقى اللي كنت لسه بقوله لك، ان مفيش حاجه اسمها كامبين خلصت. يعني ايه مفيش حاجه اسمها كامبين خلصت؟ ده مش معناه ان انا ران كامبين واسيبها شغاله، ما ده اللي انا اقصده. اقصد ان انا عملت كامبين هي ليها علاقه، او كامبين هي فيديو، تمام، حلو جدا. هل الفيديو ده انتهى؟ لا، هات الناس بقى اللي شافت الفيديو واعمل لها ريماركتنج. طيب هات الفيديو ده وطلع منه فيرجنز مختلفه واشتغل على اودينس تانيين. هات نفس الاودينس اللي شافوا الفيديو دول والمفروض يعرض عليهم سيرفيسز مختلفه، او دخلهم في حته مختلفه ليها علاقه بالمنتج. طب احنا دخلنا شفنا الاودينس دول واشتغلنا عليهم بشكل كويس، وبدانا نعرض عليهم اوفرز او خدمات ثانيه حلوه جدا، وخدنا السيرفيس وخدنا الكرييتيف، تمام جدا. اشتغلنا على لوكيشن مختلف؟ لا، اشتغل على لوكيشن مختلف وهكذا. فانت معاك اللوكيشن تطلع منه داتا وتشتغل عليه، معاك الاودينس، معاك البرودكت نفسه، معاك الافتر سيلينج او وخدمه ما بعد البيع وهكذا. ده مش معناه ان الكامبين خلص، يعني الكامبين مش انكلودد او هي واقفه بس على الحته ان انا بران ادز وخلاص. هو ليها علاقه اكتر بان انا شغلت الكامبين عشان ابيع البرودكت، او الكامبين نفسها بتبتدي من اول فكره الكامبين مش من اول الرن خالص. يعني انا معايا منتج، المنتج ده المفروض ان انا هشتغل عليه، خلاص انا كده بدات الكامبين. مش حتى لو انا لسه ما فتحتش داشبورد، هي الكامبين بتبتدي من اول ما انا بقول ادي المنتج انا عايز اشتغل. المنتج ده بقى اشتغل، فشل، نجح، وهكذا على حسب المين اوبجيكتيف، او من اول السيركل بتاعه الاوبجيكتيف. اول ما قلت ان انا عندي اوبجيكتيف عايز اوصل لها، هنا الكامبين ابتدت. طب انا بجنريت او بكريت، المفروض الكامبين في الخطوه الثالثه اوريدي، بس هي الكامبين من اول خطوه، اللي هو انا ايه الاوبجيكتيف، وازاي ان انا اخترت التشانل اللي المفروض هشتغل عليها، وازاي ان انا طلعت من التشانل دي كامبينز وعملت اشتغلت عليها داتا. بعد كده هبتدي ان انا اشتغل على الاوبتمايزيشن واطلع الريبورتس اللي المفروض تشغل لي ده، تمام. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي ريبورتس، فالريبورتس دي هي اللي هتقول لي من بالاوبتمايزيشن ايه اللي هيتم. والله يا محمود انت المفروض شغلت الكامبين، فالكامبين دي طلع منها المفروض طلع منها الجزء بتاع كواليفايد ليدز، حلو جدا. يعني الكامبين دي جابت كواليفايد ليد، حلو. هات لي ريبورت بقى بيقول لي مين الناس دي، وجت في انهي اد جوه الكامبين، وسنهم كام، والداتا بتاعتهم، ومناطق ايه، وهكذا، عشان اقدر ان انا كستمايزت على نيو كامبين او نيو اد مختلفه. بس اوريدي هي اوريدي نفس الكامبين مكمله. طيب خلاص انا عملت اوبتمايزيشن ورميت، اخرج بره الدايره؟ لا، شوف انا وصلت لفين في البيزنس اوبجيكتيف. والله انا وصلت ان انا من ال 300 من المليون برودكت احنا طلعنا 200,000، اوكي تمام، لسه كمل وهكذا. قبل ما البيزنس اوبجيكتيف ده ينتهي بيكون في بيزنس اوبجيكتيف ثانيه وهكذا. فهي سيركل في كل الشركات مش بتنتهي، سيركل في كل الايه الشركات مش ايه بتنتهي، تمام. فدي من الحاجات المهمه اللي انا يعني محتاج اوضحها لك واقول لك عليها، علشان تبقى انت عارف ان انت دخلت الدايره بتاعه البرفورمانس. فانا اوريدي بفضل ادوس بنزين عشان اوصل لكل حاجه. الاوبريشن انت عملت ايه؟ يا بتاع الاوبريشن انت عملت ايه؟ يا بتاع السيلز انت وصلت لفين؟ دخل لك كام ليد؟ والله دخل لي 15. فين المفروض ال 15 اللي داخله دول قفل لي منهم 16 ازاي؟ ما اعرفش، يعني مش بتاعتي، تمام. انت داخل لك كواليفايد ليد مليانين الفورم وكاتبين النيدز بتاعتهم وهكذا، انت قفلهم لي، تمام. انا دافع عليهم فلوس والا هدفعهم لك، تمام. طيب بعد كده ايه اللي تم تاني؟ والله احنا مشغلين دلوقتي اويرنس كامبين، حلو جدا. انا بقى كواحد بتاع ميديا باير لازم اكون قادر ان انا اعرف الاويرنس كامبين دي الريزلت الحقيقيه بتاعتها ايه. والله يا باشا احنا الاويرنس كامبين دي احنا اتشافنا من مليون شخص. انت بتفتي، مفيش حاجه اسمها كده. يعني ايه؟ يعني لازم يحصل عندي اكوزيشنز اعرف منها ان الاويرنس جايب نتيجه زي ايه بالظبط؟ الاكوزيشن في الحته دي. هنا بقى فرق، انا بتاع بيرفورمانس فاهم ارقام ولا انا لا انا مش فاهم ارقام. زي ما كنا بنتكلم انت تتعلم ازاي تقرا الارقام عشان تترانسليت الارقام دي لاوبجيكتيف المفروض انت تحققها يا بيه. طيب هعمل ده ازاي او هشتغل على ده ازاي؟ اويرنس كامبين، يبقى لازم يخش لي ناس جديده، او المفروض يبان عندي في جوجل اناليتكس مثلا ان عندك نيو يوزر، عملاء جداد، عندك كي ووردز جديده بقت تظهر فيها في حته الاي سي او، عندك ترافيك اعلى فاوريدي بدات ان انت تسمى، عندك عملاء قدام بدا ان هم يرجعوا يسالوا عليك تاني، تمام؟ اسمك بدا يسمع في السوق. يعني ايه؟ يعني كومباتيتور من الكومباتيتورز اللي متابعينك وعارف ان هم متابعينك بدا يقلدك ويتحرك معاك في اتجاهات مماثله. انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا لا انا قادر ان انا اقيس الارقام وقادر ان انا اشوف هنا الدنيا فيها ايه. ما تقوليش احنا وصلنا مش عارف مين، لا انت كده انت اي كلام اللي انت بتقوله ده، تمام؟ طيب عندي المفروض الكوست بالريزلت، لازم اكون بعرف بحسبها ازاي. يعني الكوست بالريزلت هنا انا لازم اكون عارف ان انا كل ايتم انا بطلعها او كل سيرفيس انا بطلعها المفروض دي مكلفاني كام، والكوست ده لازم أن يكون ايكوال مش ازيد من اللي محطوط في درج الحسابات او في قسم الحسابات. يعني قسم الحسابات بيقول لي ان انا الحته دي المفروض تصرف عليا 5 جنيه عشان اطلعها، ما ينفعش اطلع عليها 6 جنيه. انا بقى كميديا باير او بيرفورمانس انا بشتغل عشان اطلعها ل 3 جنيه، عشان ابقى انا مسيف في نفسي 2 جنيه في القطع، عشان لما يحصل عندي دروب اقدر ان انا ايه؟ اقدر ان انا اسيف نفسي واقدر ان انا اطلع ببنفيتس، ما اطلعش خسران. فانا عامل سيف في نفسي في 2 جنيه فاوريدي في 100 قطعه، فانا اوريدي مسيف نفسي في بادجت معين وهكذا. طيب انا بقى كميديا باير برضو المفروض بشتغل على ايه، او المفروض من او كبرفورمانس سوري بشتغل على ايه؟ انت بس مش بتران ادز، انت بتشوف الديتيلز الخاصه بالفريلانسرز، سوري مش الفريلانسر، الناس اللي تقدر ان هي توصل المنتج بتاعك بطرق مختلفه، تمام؟ انفلونسرز، انت لازم تشوف الانفلونسرز المناسبين اللي يقدروا ان هم يوصلوا البرودكت بتاعك باقل كوست ممكنه، فوريدي انت وصلت بتشانل مختلف. فالتشانل هنا مش ان انت بس انا ايه نوعيه البلاتفورم اللي اقدر ان انا اشتغل عليه عشان تجيب لي اوران اد وخلاص، لا. فميديا باير هو بيشتغل على ادز، البرفورمانس هو بيشتغل على كل حاجه قادره ان هي تكستمايز البرودكت ده وتظبط البرفورمانس بتاعه التيم وتظبط الشركه نفسها من ناحيه الادت والاتيتيود والكلام ده كله عشان يقدر يوصل البيزنس نفسه للحته بتاعته. طيب تعالى ناخد كده ماركت كيس بتحصل، او حاجات في البيزنس نفسها بتحصل، ان بيجي عميل مثلا ويقول والله انا المفروض اللي بيحصل معايا ايه، ان انا ببيع في الشهر 300 قطعه، تمام؟ زي الفل، بتبيعهم بكامل 300 قطعه، والله القطعه بجنيه فانا ببيع 300 قطعه، تمام زي الفل. بس هو اوريدي ممكن، تمام حلو. طب انت محتاج توصل لكام؟ والله انا محتاج ان انا اسكيل واوصل لحد 600 قطعه، تمام اوكي كويس جدا. طيب خلاص احنا هنشتغل على ده لمده ايه؟ الثلاث شهور الجايين، تمام. افتح بقى يا باشا الداشبورد ووريني، والله احنا بايعين في الشهر اللي فات 50 قطعه، طب بالنسبه لل 300 اللي انت كنت لسه قايلهم وقلت ان احنا بنبيع 300 قطعه مش عارف ايه، لا لا دي كانت كيس مره واحده وحصلت. طب انت ليه بتعمل لود على البرفورمانس ماركتير اللي شغال معاك، او بتعمل لود اللي هو ايه؟ خلاص انا هقول له 300 قطعه عشان اوصل معاه ان هو يجيب لي 600 قطعه، لا ده الموضوع هيفشل، انت هتفشل وهو هيفشل والامور مش هتبقى ماشيه مظبوط. فلما بتيجي تشتغل از برفورمانس، لا معلش يا باشا كده معلش، كل اللي انت بتقوله ده انت عندك 10، يعني ممكن يقول لي ايه انا عندي 10K هم اوريدي اكتيف يوزر، تمام حلو جدا. ممكن تفتح لي بقى الداشبورد واشوفها، تمام؟ الداشبورد هم 450 واحد اكتف يوزر. طب انت جبت منين 10K دي؟ يعني جبتها منين؟ يعني حلمت بيها مثلا؟ انت يعني مش فاهم جبتها منين. ف وانت بتشتغل از برفورمانس او ذا ميديا باير، عود نفسك بقى من وانت ميديا باير وانت بتشتغل في الحته دي تعمل ايه؟ بص على الارقام، اديني يا باشا ريبورت، افتح لي داشبورد، اديني وداشبورد اوريدي هي من 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 ارض الواقع، مش شيت اكسل وانت رامي لي فيه ارقام مش عارف ايه وهكذا، عشان تقدر ان انت فعلا تستلم ارقام، تسلم ارقام. باشا والله انت سلمت لي الويب سايت عليه كونفرجن مثلا 2000 كونفرجن، فانا سلمته لك هو عليه 6000 كونفرجن، فاوريدي هنا ارقام قصاد ارقام. انما ما نقعدش نقول ايه كلام مفتوح اوريدي ما فيهوش اي ريزلت احنا لامسينها وهكذا. تمام، فاي ثينك ان انا يعني طولت في ال في ال في ال في الشرح، بس كان يعني انا كان يهمني ان في يعني some of points كده مهمه بالنسبه لي، كان ايه لازما ان انا اشرحها. خلينا كده يعني ايه نتشيك ان في ان احنا يعني نبتدي بقى نفتح الدسكشن ونبتدي ان احنا ايه نسمع لو في حد عنده اي سؤال، او ممكن يكتبه في الشات، او يعني يفتح المايك ويسال. بغض النظر ان انا شايف ناس معانا هي من الناس اللي انا اعرفها وداخلين متاخر مش عارف ايه، مع ان الناس دي المفروض تحضر من بدري، بس اتس اوكي. والله انا كنت موجود من الاول يا مستر محمود، سامعني؟ ايه؟ ازي حضرتك الاول؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. انا حضرت لحد حته اللي هو الكونتنت وخرجت للاسف، كان معايا ميتنج ضروري للشغل. انا المحاضره دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي، وكنت عايز اكملها من الاول يعني، ورجعت متاخر، فبعتذر لحضرتك معلش حبيبي. والله لا ما اقصدش انت، والله يعني انا ما فاهم، اقصدش انا انت. ما هو من ضمن الناس اللي انا متابع يعني، موجود مع حضرتك على كل حته يعني، واسال اتكلم ولا في حد؟ اسال يا باشا، طبعا اسال. هو انا عندي حاجتين الصراحه، رساله شكر وسؤال. شكرك موصول، تسلم. موصول بالذات على اول السنه دي الميت اب بتاع ازاي تخطط للاهداف السنويه والشهريه. انا عايز اقول ان الموضوع ده الصراحه انقذني من حاجات كتير جدا. تمام، لان انا كنت بقى عايز اعمل 100 حاجه في اليوم، ما كنتش عارف ابدا منين. فشكرا جدا. وبناء على دوت انا كنت مخطط ان انا انزل شركه في شهر واحد، ومشيت على خطوات وستيبس معينه، وعملت البورتفوليو بتاعي المظبوط وكل حاجه، والحمد لله بقيت موجود دلوقتي في شركه متواجد فيها، ويشائز عمل عليه ان الشركه دي تبقى شركه بيرفورمانس. انا موضوع البيرفورمانس ده ما كنتش عندي خلفيه بيه، ولا كنت اعرف عنه اي حاجه. كنت فاكر ان الموضوع بيمشي كبراند، ان هو انا بنزل كونتنت وبعمل ادز وخلاص. طلع الموضوع مختلف تماما. ومن تاني يوم انا مسكت اكونت، الاكونت دوت خاص بالرحلات، شركة هي سفريات. ف انا هرجع اشوف المحاضرة تاني لما تنزل على اليوتيوب من اول، وادون الملاحظات، وباذن الله لما يبقى في اي اسئلة هقدر اسألها حضرتك ان شاء الله الاسبوع الجاي. بس كان في سؤال موجود دلوقتي، هو لو مش الحكم على المنتج، هم دلوقتي كسيرفيس، فالسيرفيس دي بتنزل في شيت. انا من اول يوم لقيت ان في مشاكل في المودريشن، فانا حضرت لهم كده زي فايل وورد بالتعديلات اللي هم ممكن يعدلوها. تمام، وبالتاكيد انا لما اتفرج على المحاضره كامله ان شاء الله هيبقى في نقط تانية هتنور قدامي. فالسؤال بقى، انا اقدر ازاي استفيد من وسط الضغط ده كله؟ عشان حسيت ان الموضوع ضغط، من حيث ان انا متابع كل حاجه والموضوع جديد عليا. فانا ازاي اخد الموضوع بهداوه وفي نفس الوقت اتعلم كل يوم، يعني اطلع بحاجه مفيده؟ طيب، يعني بص، مبدئيا كده تسلم والله لذوقك ولشكرك، يعني انت يعني تسلم والله، يعني ده بس من ذوقك وادبك، والله تسلم، ربنا يحفظك. الجزء الثاني خليني كده اسقط بس حاجه في النص الاول، حته المودريشن. هم اهم ناس تقريبا المفروض ان انت تفول اب معاهم، لان الاتيتيود بتاعت الناس بتاع المودريشن دايما مش بيكون هو فاهم كل حاجه. معظم الناس اللي بتشتغل في حته المودريشن هي عندها كونسبت كده معين، او حته معينه ان انا برد على الناس وخلاص، في حين ان ده مش صح. بلس ان في حته خاصه بالمودريشن اسمها الكاستمر فيدباك، وهتلاقيها موجوده في الميتوبس اللي قبل كده. يعني ام سوري، انا مش عارف هي انهي ميتنج قبل كده، لكن هي موجوده بتشرح الحته بتاعه الفانل والحته بتاعه الكاستمر فيدباك. في حاجه اسمها كاستمر فيدباك، لازم الناس بتوع المودريشن يكونوا بيعملوا كاستمر فيدباك ويطلعوا عليه ريبورت بير داي وريبورت بير ويك وريبورت بير مونث. تمام، دي الجزء الثاني اللي انا كنت عايز اسقطه، ويعني اتس فيري امبورتنت ان انت تفوكس مع الناس دي، علشان الناس دي هي اللي ممكن اكتر ناس تسقط لك اكتر ناس تسقط لك الحته بتاعه السيلز يعني. تمام، الجزء الثاني ليه علاقه، اكتر، او انت كنت بتتكلم ان انت ازاي تفولو اب. مبدئيا اول حاجه مهمه جدا 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 ان انت يكون بتعمل دوكمنت لكل حاجه، مفيش حاجه ما تعملهاش دوكمنت. حته الدوكمنت هي مهمه جدا جدا جدا، وان انت ترسم لنفسك كده حاجه بنقول عليها ايه، الاستراكشر او بورد او الثينكينج بورد. فكر بنفس الطريقه بتاعه الاستراكشر اللي هو ايه، انا دلوقتي المفروض ان انا طلعت عملت ران اد، طب بعد الران اد المفروض ايه بتوع المودريشن يتابعوا، والناس بتاعه السيلز يتابعوا. تمام، فانا المفروض ان انا بروح اعمل ايه، بروح جاي وعامل استراكشر كده. تمام، والله انا هنا حطيت خلاص الحته بتاعه الادز. تمام، انا هنا خلصت شغلت الادز. طيب حلو جدا، بعد الادز المفروض ايه اللي يحصل؟ الناس بتاعه المودريشن تتابع، والناس بتاعه واخد من المودريشن اعدي على فين او اروح فين وهكذا. فانت والله هنا الناس بتوع المودريشن، تمام، فاطلع من بتوع المودريشن. طب الناس اللي هيجي من بتوع المودريشن والكومنتس بتاعتهم اروح اوديها فين؟ تمام، والله بتوع المودريشن دول كل الناس اللي هتيجي من عند المودريشن هبتدي اصنفهم لكواليفايد ونوت كواليفايد، ومثلا هنقول نوت ريتشبل، الناس اللي احنا ما قدرناش نوصل لها، هم بعتوا مسج بس اوريدي احنا ما هم مش عارفين هم فين وما بيردوش تاني ومش عارفين ايه. طب حلو جدا، الناس بقى ايه الكواليفايد دول المفروض ان انا ارجع بيهم ايه، ابيع لهم واطلع لهم سيرفيس ثانيه ايه وهكذا. فانت هتعمل حاجه كده بنقول عليها ايه، بنقول عليها البورد نفسها او الاستراكشر بورد لكل بروجكت. انا عندي البروجكت ده شغلت عليه ادز، فاوريدي من الادز دي انا طلعت شغل المودريشن. طب مين تاني شغال معايا في المودريشن؟ والله شغال غير المودريشن المفروض الناس بتوع الانتاج، تمام، عشان يطلعوا لي، او الناس بتوع السيرفيس او ايا كان البروفايدر بتاعي مين، والمفروض ان انا اطلع فيه عشان اتابع الستوك والحاجات دي. حلو، فانا هتابع دول. فانت هتعمل ايه؟ ارسم استراكشر. انا بعمل كده، ومعظم الاحيان بعملها في الورقه والقلم، وبعد كده ببتدي ممكن اطلعها على سوفت او اطلعها على اي حاجه ايا كانت عشان دماغي تبقى مترتبه. طيب بعمل ايه تاني؟ بعمل كده هنا كده حاجه على جنب كده، برسم كده حاجه على جنب في اليوم كده، وببتدي ان انا اطلع فيها كل الحاجات اللي انا المفروض افولو اب عليها. تمام، واي ثينك ان انت شفت ده في الجزء بتاع البلان فور يير او حاجه، الجزء بتاع انا والله انا المفروض النهارده بتابع كل يوم بقى از ديلي روتين البروجكتس. تمام، انا عندي هنا بتابع البروجكتس. تمام، طب ايه تاني بتابعه غير البروجكت؟ التيم. تمام، طب ايه تاني بتابعه؟ فانا اوريدي عندي تشيك ليست بالحاجات اللي انا اوريدي ديلي روتين انا بتابعها كل يوم. والله انا المفروض بتابع الميل. تمام، والله انا المفروض كل يوم بتابع كذا. فخلاص اوريدي انا بالنسبه لي الحاجات دي انا كل يوم المفروض في التشيك ليست بتاعتي انا بتابعها عشان ما اسقطش حاجه. عشان ايه ما اسقطش حاجه؟ عشان لو في حاجه بالنسبه لي هي سقطت، لا انا اقدر ان انا وانا بترجم كده في اخر اليوم الدنيا فيها ايه. واحيانا بخلي جنب التليفون. تمام، او ببقى انا عارف ان انا في اللحظه دي هكونكت مع الناس اللي في التشيك ليست. فالبروجكت والله خلاص انا معايا دلوقتي 3 بروجكت، ادي اول واحد عملت معاه كونكت علشان ابتدي اشوف انا هعمل معاه ايه. تاني واحد عملت معاه كونكت. التيم والله انا هتكونكت مع بتوع السيلز وهكونكت مع كذا. فاوريدي انا معايا التليفون، مين اللي معايا في التيم؟ والله معايا الناس بتوع التك والناس بتوع المينتي ادفايزر والناس بتوع الكواليتي والناس بتوع السلام عليكم انتوا عملتوا كذا، اه تمام زي الفل، تمام سلام. خلاص انا عملت ايه التشيك ليست بتاعتي. فانت امشي باستراكشر بورد او الجزء بتاع البورد، بلس ان انت دايما تخلي معاك الريبورتنج شغال. الناس كل واحد بيقدم لك ريبورت عشان تقدر ان انت تفولو اب مع كل الكلام ده كله. طيب حاجه كمان بقى، حته الضغط انت ما قدامكش حل غير من 2، يا تتعامل معاه وتتاقلم يا تتعامل معاه وتتاقلم، مفيش حاجه ثالثه. فتاقلم معاه، تعايش معاه عادي جدا. تمام. انت فلود اوكي، اتس ايزي، تمام زي الفل. ويعني بص تتأقلم مع الموضوع لحد ما انت يبقى عندك حاجه كده اسمها ايه، ثبات انفعالي. اوريدي انا تمام زي الفل. يعني خليك ريلاكس شويه، وحاول ان انت ايه تتأقلم مع الموضوع، اللي هو ده في كذا ما عملتوش، حلو اكتبه عشان اعمله، في كذا ما عملتوش وهكذا. كل ما استعملت الورقه والقلم اكتر كل ما انت هتضغط عليهم مش هتضغط على دماغك. يعني كل ما استعملت الورقه والقلم اكتر كل ما هتضغط عليهم مش هتضغط عليهم. فانت اعمل كده والله، خليك دايما كده معاك تشيك 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 تشيك. بتستعمل الواتساب اعملهم في ليبلز عشان تقدر انت تفولو اب بشكل اسهل. بتستعمل جوجل كالندر تمام، بتستعمل الميل تمام وهكذا. لكن خلي بالك برضو ان انت لازم تدوكمنت كل حاجه، كل حاجه لازم يكون ليها الدوكيومنتيشن فايل بتاعتها، عشان وانس ان اي في دروب حصل انت معاك الدوكيومنتيشن اللي انت تقدر بيها تريفرش الميموريز بتاعتك، تريفرش الدنيا بتاعتك، تثبت ان انت الامور بالنسبه لك هي اتس اوكي، يعني الامور بالنسبه لك تمام ما فيهاش اي مشكله. تمام تمام. انا ممتن والله لحضرتك وشكرا جدا، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب يا مستر محمود. ربنا يحفظك والله، يعني تسلم ذوقك والله، يعني انت كلك ذوق، تسلم. اوكي تمام. في حد تاني عنده سؤال، او في حد محتاج يسأل على حاجة؟ نشوف الشات هنا. اوكي تمام، اوكي تمام، مفيش حد عنده سؤال. اوكي تمام. الميتنج ده المفروض ان هو يعني موجود دايركت على از لايف ستريم على اليوتيوب. لو اي حد حب ان هو يرجع له في اي وقت هو موجود. والمفروض باذن الله على ميعادنا كل يوم. عايزين بلاي ليست لكل العناوين الموجوده في اليوتيوب والفروع الماركتنج. هو بصوا انا يعني اي ثينك ان انا فاهم وجهه نظرك، بس هقول لك على حاجه. هو ده معمول فعلا على الايه، على ماركتنج، على ماركتنج منتور. خليني كده اشير معاك، اقول لك ده معمول شير تمام. كاستمر بيرسونا، بص هو كل ده يعني الكاستمر بيرسونا برضو مشروحه، يعني الماركتنج بلان مشروحه. يعني ابعت لي كده حاجه اللي انت محتاجها تتشرح، هتلاقيني بقول لك انا مشروح. طيب تعالى كده مثلا لو قلنا دلوقتي يعني مثلا كلهم متقسمين از بلاي ليست على حسب كل حاجه. هنا الماركتنج مانجمنت بلاي ليست هي واخده الماركتنج من اي تو زي تمام، من اول اساسيات التسويق لحد ما تنزل كل حاجه خاصه بالماركتنج. يعني عندك الجزء بتاع الماركتنج مانجمنت بلاي ليست هتلاقيه بيتكلم عن الماركتنج بشكل كويس، والكي بي ايز والمفروض الفور بيز والحاجات الخاصه كلها الخاصه كلها بالجزء بتاع الماركتنج. والديجيتال ماركتنج بلاي ليست هتلاقي فيها الحاجات الخاصه بالديجيتال ماركتنج زي اللاندنج بيج، وازاي تدير الماركتنج كوميونتي. كان في حد كنت بقول له على كان في حد لسه كنا تقريبا مش عارف مين، كنت بقول له انا مش عارف الكاستمر فيدباك فين. فهي دلوقتي هي موجوده في البلاي ليست دي، في الماركتنج مانجمنت بلاي ليست هيلاقيها في الجزء بتاع الكوميونتي. طبعا الاس اي او والبزنس بلان والريل استيت كل ده يعني كل حاجه موجوده بالبلاي ليست بتاعتها، هتقدر ان انت ترجع لها وتبص عليها. بلس الحاجات دي كمان في غير كده في ارتكلز المفروض ان هي موجوده تقدر ترجع لها في الكلام ده كله يعني تمام. الماركت ريسيرش برده موجود، الماركتنج بلان موجوده، والبزنس بلان موجود، والكاستمر بيرسونا موجود، الحاجات دي كلها موجوده تمام. ف تقدر يعني ان انت تتابع في اي وقت. نتابع واتساب وقتك. اوكي تمام، مفيش اي مشكله. تسلم يا حامد والله، انت من الناس اللي ما شاء الله عليها يعني، والناس اللي بعزها. فا تمام مفيش اي مشكله يا حامد، يعني معاك في اي وقت مفيش اي مشكله. تمام. كان في حد تمام كان في مين حد في مصطفى السوري عن دلوقتي انا مهتم بقالي فتره بالكونتنت والكونتنت استراتيجي، كنت قبل كده بشتغل جرافيك، وكنت مهتم بمجال البراندنج، اركز على ايه اكتر عشان اكون استراتيجيست والاقي فرصه في الجزء ده مناسب لي بالشكل بتاع البرفورمانس ماركتنج في الجزء ده؟ وهل البرفورمانس مناسب بالنسبه لي بالشكل ده ولا لا. طيب بص، هو لازم بنعمل حاجه اسمها تيست، او بنتست معاك بناء على حاجتين، الاوبجيكتيف بتاعتك وبناء على الجزء بتاع السكيلز بتاعتك، انت دلوقتي فين وعايز توصل لايه. تمام. طيب الجزء ده ممكن انت تكونكت مع المنتي ادفايزر في ماركتنج منتور وهينسق معاك الجزء ده. لكن عايز اقول لك على حاجه، ان الجزء بتاع البراندنج والاستراتيجيز هو موجود في كل الخطوات اللي بتشتغل عليها في الماركتنج. بمعنى يعني في حد بيجي يقول ايه، زي ما انت مثلا بتقول كده، انا محتاج اركز او عشان اكون استراتيجيست دي معناها ان انا بعمل استراتيجيات، فهي اصلا كونسبت الاستراتيجي موجود في كل الليفلز الخاصه بالماركتنج والديجيتال ماركتنج يعني. وده بيحصل يعني بيعمل كونفليكت عند ناس كتير، بتبقى انا عايز ابقى بتاع استراتيجي، طب ماشي اوكي زي الفل، بتاع استراتيجي في انهي ليفل؟ يعني ممكن اعمل ماركتنج استراتيجي، ممكن اعمل ميديا باينج استراتيجي، ممكن اعمل كونتنت استراتيجي، ممكن اعمل ديجيتال ماركتنج استراتيجي، ممكن اعمل بزنس استراتيجي، ممكن، فكل حاجه داخل فيها الاستراتيجي، كل حاجه داخل فيها الاناليسز، كل حاجه داخل فيها الاكشن. طب عشان الراجل بتاع الاستراتيجي، سيبك بقى من المسميات خالص، انا عايز اعمل ايه بايدي، يعني جوه الاستراتيجي دي الاكشنز اللي انت هتاخدها ايه، وبناء على الاكشنز دي اقول لك انت المفروض تاخد ايه. انما كمسميات هتلاقي الموضوع مفتوح جدا، والمفروض ان انت تكون بتعمل سكوب على حته معينه. يعني لما يجي حد يقول لي انا عايز ابقى راجل بتاع اناليسز، حلو زي الفل، فهنا احنا بنتكلم في از بزنس اناليتكس، ولا هتتكلم في اي حته بالظبط في الاناليسز؟ زي بالظبط كده، عارف بنبقى عاملين زي ايه بالظبط؟ انا عايز اكل، تمام زي الفل، حلو، تبقى عايز تتغدى ولا تفطر ولا تتعشى؟ لو عايز تفطر او تتعشى او تتغدى، هتتغدى ايه ولا تفطر ايه وتتعشى ايه؟ هي نفس الفكره. تمام. انت دلوقتي عايز تبقى استراتيجي او براندنج، حلو، طب هل في حاجه ليها علاقه بالبراند مانجمنت؟ تمام. فانا برضو نصيحتي ليك ونصيحتي لكل الناس بشكل عام، ما تهتمش قوي بالمسميات قد ما تهتم انا جوه هعمل ايه، يعني الراجل بتاع الاستراتيجيست ده بيعمل ايه، وعشان يوصل للليفل ده او الاستراتيجيست دي، سواء بقى على اي ليفل هو محدده، المفروض يبقى فاهم في ايه، وبناء على ده هيلاقي نفسه بيروح، هيلاقي السوق نفسه بياخده. يعني مثلا انا بتاع كونتنت وبعمل كونتنت كويس جدا 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 جدا، فاوريدي السوق هياخدني ان انا ابني كونتنت استراتيجي. تمام. انا واحد بشتغل بشكل كويس جدا جدا في الماركتنج، فاوريدي هلاقي نفسي بعمل ماركتنج وبزنس استراتيجي للناس. تمام. فهي الحاجات دي اوريدي كلها مفتوحه، فانت اوريدي خليك سبيشالست في حته معينه انت عايزها، وبناء على ده شوف هتتعلم ايه عشان توصل لها، سواء بقى على از جنرالست زي ما احنا قلنا، از جنرال ولا ايه، زي ما احنا قلنا، او ان انت زي ما كنا بنقول الحته بتاعت ان انت لا انا سبيشاليزد في حته معينه، ودي اللي انا مفوكس عليها وهبراند نفسي فيها، او هبقى في الحته دي، او هطلع في الحته دي بشكل اكمبير فيها، ولا انا لا انا مش هعمل ده، انا بلعب في كل الاماكن، بس معايا مكان كده معين هو ده اللي انا فاهم فيه، او ده اللي انا بدات منه، وبلم بقى بقيه البازل بتاعتي بشكل كده. والله يعني اتمنى يا مصطفى ان انا اكون قدرت افيدك، لان انا عارف الناس اللي بتبقى تايهه في حته معينه دي، بيبقى يا عيني ولا عارف يكمل، ولا يخش في ايه، ولا عارف يقف مكانه، ولا هو وحاسس ان هو قاعد بيضيع وقت ومش عارف يعمل ايه. فانا ببقى يعني شفت كتير في الحته دي بصراحه مع ناس كتير، ويعني الحمد لله بنحاول ان احنا نوصلهم للحته اللي هم عايزينها يعني. اتمنى ان انا اكون قدرت اجاوبك يعني. مين تاني بيسال على ايه؟ طيب اوكي، حد تاني محتاج يسال على حاجه قبل ما نقفل؟ حد تاني محتاج يسال على حاجه؟ خلينا نشوف. اوكي تمام. طيب اوكي، شكرا جدا. اوكي تمام خلاص، يعني باذن الله اشوفكم على خير يعني الميتينجز اللي جايه، واتمنى كمان اشوفكم اوف لاين. احنا عندنا ميتنج واحد اوف لاين كل يوم، كل شهر، اخر كل شهر. ببقى سعيد بصراحه بالناس اللي بتبقى موجوده، فلو حد احتاج اي حاجه يقدر يسال في اي وقت. واشوفكم على خير، وتصبحوا على خير.